بيكم كل الناس السعيده بيكم بباب الشباب، ودي بتدي انعكاس حلو قوي للشباب يعني، وقد ايه الشباب عنده اهتمام بالقضايا المطروحه على الساحه. النهارده طبعا موضوعنا عن الادب النسوي وقضايا المراه، ومعانا مجموعه من المتحدثين المتميزات والكاتبات المبدعات في مختلف المجالات الخاصه بالادب والثقافه والشعر والقصة. احنا دلوقتي لما بنتكلم عن موضوع الادب النسوي عايزين قبل ما نبدا بيه طبعا بنوجه شكرنا العظيم للمجلس الاعلى للثقافه تحت قياده ورياده الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدايم والامين العام الدكتور هشام عزمي، ان هو اتاح لنا او هم اتاحوا لنا الفرصه ان احنا موجودين في المكان ده ونناقش قضايا جوهريه بتهم قطاع كبير جدا من المجتمع وعلى راسهم طبعا الشباب، واكيد الجزء الاكبر المراه مش باعتبارها بس نصف المجتمع، لا المجتمع كله، وده مش مقوله دي حقيقه يعني، مش مقوله ده بما انها حقيقه وواقع فعلا. وبهنيكم كلكم باليوم العالمي او اليوم المراه المصريه واللي كان امبارح 16 مارس، وشهر مارس ده شهر مميز جدا بالنسبه للمراه لان هو يعتبر شهر المراه لانه بدا باليوم العالمي للمراه والاحتفال به والاحتفال بمجموعه من النساء الملهمات على مستوى المجتمع المصري، ومعانا مجموعه من النسويات والكاتبات الملهمات ايضا كلا في مجاله. بهنيكم بعيد الام ان شاء الله يوم 21 مارس، ودي مناسبه كبيره وجميله جدا لكل الاسر المصريه. بما ان موضوعنا هو الادب النسوي وقضايا المراه، فاكيد واحنا بنتكلم عن الادب فالادب جزء من الابداع، والابداع بنتكلم عن الادب النسوي اكيد افضل من يتحدث عنه الاديبات النسويات والكاتبات النسويات. الابداع هو ظاهره اكيد انسانيه ملهاش اي علاقه بالنوع الاجتماعي سواء ذكور او اناث، لكن الادب هو حاله يعني الادب في معناه العام هو حاله انسانيه بتنقل من خلال خيال خاص بكلمات منسقه وتعبيرات جميله. الادب ما يعرفش لا يعرف قولبه او تصنيف، لكن دايما يعني انا بنبه او بشير هنا للموضوع ده لاني واحنا بنعلن عن الموضوع الخاص بالندوه لقينا فيه كده بعض الاراء، الله ليه التحيز وليه التمييز؟ ليش معنى ادب نسوي مش ادب؟ الله هو في ادب نسوي وادب ذكوري وفي تصنيفات للادب؟ لا ابدا هو ما فيش، بس احنا واحنا بنتكلم عن الادب النسوي بنقصد بيه كل النوع من الادب اللي بيهتم بقضايا المراه سواء كانت هي الكاتبه او المكتوبه، يعني سواء هي اللي كاتبه هذا النوع من الادب او من الرجال هم اللي كاتبين القضايا والموضوعات التي تمس المراه. وعلشان كده بنقول في رؤيتين، في رؤيه بترى ان الادب النسوي ممكن يكون هو نوع من الادب اللي بيخدم قضايا المراه، لان المراه هي افضل كائن يقدر يعبر عن مشكلاتها وعن قضاياها، واكيد عرضها لهذه القضايا ما بيكونش منفصل عن قضايا الرجل ولا قضايا المجتمع بوجه عام. وعلشان كده بنقول ان هي ان احنا واحنا بنتكلم عن الادب النسوي ما بنخصصوش بنوع معين قد ما اننا بنربطه بقضايا خاصه بالمراه سواء الكاتب امراه او الكاتب رجل. طبعا خير من يقدم مبدعاتنا وكاتباتنا العظام الاستاذ الدكتور حمدي سليمان، هو استاذ الانثروبولوجيا في جامعه العريش وهو عضو في لجنه الشباب، وكمان ان هو تم انتخابه مؤخرا الامين العام للجنه ايه؟ لادباء مؤتمر ادباء مصر، فكلنا بنبارك له بالمناسبه دي، وهو هيبدا معانا بتعريف الضفارة والضيوف بتوعنا. اتفضل يا دكتور. يعني احنا بنفرح قوي لما يعني فعالياتنا زي ما بيقولوا على ارض الواقع مترجمه لمستقبليها او مستهلكيها الحقيقيين، وحضراتكم طبعا هم يعني
لكل اللي بنعمله انتوا المستهدفين منه في اطار انه يعني بنسمعكم وفي نفس الوقت بنقدم لكم اللي نقدر عليه في المجالات المختلفه. النهارده يمكن شويه ندوه نوعيه، العنوان شويه نوع يعني، وجميل انه موجود يعني الشباب من الجنسين يعني. ساعات بنقول كلام كبير قوي حوالين يعني فكره تقدير المرأة واحترامها واحنا ديمقراطيين جدا وبتاع، بس بنروح يعني ايه بنرجع بيتنا بنمارس غير كده خالص، يعني بنمارس مع اخواتنا مع بناتنا مع يعني كتير من الجمل اللي بنقولها بشكل طول الوقت يعني مستهلكه في المجتمع حوالين التأخي والتسامح واحترام المرأة ويعني حتى ذوي الاحتياجات، الكلام حتى حوالين الفحامة وسوري الوطن يعني وكده. احنا عندنا مشاكل حقيقية في سلوكياتنا يعني اللي بنعيشها طوال الوقت. يمكن زي ما الدكتورة منى تفضلت فكرة الأدب بشكل عام، يعني احنا مش نصنف يعني نسوي أدب، هو في الآخر نتعامل مع نص أدبي بيعبر عن مجموعة من قضايا يعني في ابعاد جماليه وابعاد فكريه تخص يعني افكار الكاتب والحيازات وغيرها. لكن في بعض الاوقات احنا بنحتاج ناكد على فكره يعني انه في قطاع ما بيشتغل لانه بيطرح قضايا بعينها يعني تخص المرأة، على اعتبار ان المرأة برضه جزء من يعني الناس نقع عليهم اشكال من اشكال التهميش والتهكم في مجتمعاتنا الشرقيه بشكل عام، يعني مش ما يخصش مصر، لا يخص منطقه بترتبط بثقافه ونظره ما للمراه اللي ساعات بتبقى المراه نفسها هي جزء من هذه الثقافه، هي جزء من مشكلتها. يعني عندنا في الثقافه الشعبيه ساعات يعني نتذكر ده في بعض الحاجات كده، الامثال يقول لك يعني الست ما تخلف لما قالوا لي عينيا هد التبحيط عليا، هي نفسها من اول لحظه لما بيقولوا لها ان يعني هتجيلي بنت هي بتبقى مفروضه، لانه المجتمع كله نظرته لفكره البنات، الراجل طبعا عايز الولاد عشان يدعموا اسمه يعني. ساعات بتبقى الام نفسها يعني بتاكد المشاكل اللي هي بتقع فيها المراه اذا كان يعني نوع من انواع التهميش والتصاعد، انها تمارس ده مع زوجه مثلا يعني القهر التدرس القهري المرأة نفسها جزء منه، يعني مش الذكور بس هو المفرع لكن لا المرأة نفسها ساعات بتبقى. فمين يقدر يعبر لنا عن ده؟ في كلام كبير أفكار وعندنا مؤسسات وحاجات كده لتبني ده، دي يعني انتوا عارفين حضراتكم كل القضايا الخاصة بالمرأة الدولة ودستورها بيتكلم عنها في نصوص عظيمة جدا، يعني بنتكلم عن الختان عندنا نصوص وعندنا حاجات عظيمة جدا، لما بنتكلم عن ديمقراطية تعامل المرأة ومساواتها في العمل ونسب تواجدها وإلى آخره إتاحة فرص التعليم إتاحة فرص، كل ده عظيم، لكن التفعيل الحقيقي على أرض الواقع للأسف مش يعني. مبدعاتنا بقى في النصوص الدعية ساعات بيتناولوا قضايا إنسانية بقى، وده المهم لأنه خلاص إحنا يعني التهميش وقع على المرأة، كثير من القهر اللي بنشوفه يعني خاصة إن هم ما نالوش قسم التعليم يعني وافر. ده الجانب الإنساني ده وأبعاده النفسية ده مش هنلاقيه غير في النصوص الأدبية يعني، ويمكن حضراتكم يعني بتشوفوا ده ممكن في الأفلام بتاع، لكن في القراءة المسألة ممكن تبقى مختلفة تماما، يعني التناول في السينما التناول في الدراما التلفزيونية ما بيبقاش برضه بالشكل اللي ممكن تلقاه في نص أدبي، النص الادبي بيشتغل على الابعاد النفسيه اكثر، السينما اذا كانت سينما عاديه او دراما تلفزيونيه بتشتغل على الصوره والاظهار والتشويق يعني امور اخرى، فانت ممكن تتعاطفي تعاطف جزئي مع يعني القضيه اللي بيطرحها العمل الدرامي، لكن في النصوص الابداعيه المساله مختلفه، اذا كان شعر او قصه او روايه لا انت بتتعايشي بشكل كبير جدا. استاذه هلا كرسي اهو كرسي موجود.
احنا بنقول انه طول الوقت يعني انه حضراتكم تقدروا تغيروا الصوره دي، بس التغيير ده محتاج جهد شويه، محتاج ان احنا نشتغل على نفسينا، نحسن ادواتنا، نهتم في بناء الوعي، الثقافه، التعليم، لانه ده هيبقى يعني حصن متين جدا عشان تقدر تواجه بيه حاجات كتير جدا حتى داخل المؤسسه الزوجيه نفسها. يعني كلما كانت ادواتك وبدائلك قويه انت عندك الشجاعه تاخدي قرار في اي وقت، ما حدش يضغط عليكي، ما حدش يقدر. فده مهم مش صعب، يعني فكره انه بناء الشخصيه زي ما بيقول للولاد والشباب عشان تلاقي فرصه عمل كويسه لازم تشتغل على ادواتك كويس وتحسنها، لانه سوق العمل بقى سوق مفتوح ما عادش في تعليمات ولا اخره. فهنتقدم لسوق عمل هياخد من 1000 مثلا 5 اخبار بقى، بالتاكيد هياخد افضل 5، فعليا ان انا اشتغل. ايضا البنت عليها انها تشتغل لانه الموضوع اعمق من كده، انها تتعرض لاشكال من التحكم كتير جدا اللي هيحميها، الحاجه الوحيده اللي هتحميها هي يعني تعبت على نفسها قد ايه، بنت نفسها قد ايه، وعندها بدايل وعندها قدره على انها تعرف تختار في ظل هذه البدايل. طبعا يعني ايه احنا هنحاول بقدر الامكان يعني تبقى الكلمات مش طويله عشان ندي فرصه ان احنا عايزين نسمعكم برضه، يعني مهم قوي ان احنا نسمعكم. احنا النهارده طبعا سعداء جدا بانه معانا كاتبة كبيرة، طبعا مش هقول عضو مجلس الشعب يعني ايه لان ده حاجة، لكن هي ممتعة. اتفضل يا دكتورة منى. اتدخل شوية يعني احنا هنبدأ طبعا بأدبائنا وكاتباتنا العظيمات، بس احنا عايزين يعني معلش بقى يعني بستأذنكم ان احنا مش هنبدأ بالترتيب زي ما هو موجود في المتفقين عليه، فخلينا نبدأ كده بشوية من الأريحية. نبدا استسمحكم يعني نبدا بالدكتوره حنان اسماعيل، وهي مدير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وعضو اتحاد الادباء الدولي، وعضو جمعيه الكاتبات المصريات، وعضو نادي ادب الجيزه، وهي ايضا محاضر مركزي بوزاره الثقافه، واكيد لها العديد من الاصدارات القصصيه منها خواطر انثى واكسير الحياه وبيت من خشب. فهنسيب لها ان هي تقدر تقول لنا من خلال تجربتها ايه هي القضايا اللي بتمس المراه بشكل جوهري، ايه وهل وهي بتكتب وبتمارس هذا النوع من الفن والابداع كانت انعزال عن قضايا المجتمع؟ هل كان في استبعاد من الرجل ولا في ايمان كامل انه في تكامل ما بين المراه والرجل من اجل النضال والمسيره؟ لان ما نقدرش نتجاهل اصلا، ما نقدرش نتجاهل دور الرجل في دفاعه عن المراه وقد ايه ان هو من خلال دوره كداعم وساند ان فعلا المسيره الخاصه بالمراه تكتمل. فان المراه على وعي كامل أكيد وهي بتكتب إن ما بيكونش فيه عزلة أو تجاهل للرجل بدوره، ده اللي هنستشفه من خلال التجارب في الكتابة للمبدعات بتاعنا. اتفضلي يا دكتورة حنان، وأتمنى إن الوقت يعني لا يتجاوز يعني ربع ساعة بالكتير، بحيث إن إحنا نسيب كمان وقت لمداخلات الشباب علشان نشوف إيه رؤاهم بالنسبة للموضوعات والقضايا. اتفضلي. مساء الخير عليكم. طبعا في البدايه اشكر حضرتك الدكتوره منى الحديدي على الدعوه الكريمه، وسعيده كوني ادتني فرصه ان اشرح المنصه الكريمه. الدكتوره ضحى عرفي، الدكتوره سوال، الدكتور محمد سليمان، الدكتوره هاله فني، سعيده كوني معاكم النهارده ومع الشباب في المنصه باذن الله كلنا عرفنا كده. اول حاجه أحاول أعرف الأدب النسي. الأدب النسي هو نوع من النصوص الأدبية الإبداعية اللي هي بتتكلم عن المرأة، سواء هي كاتبتها أو الكاتب العام. بدليل إن في كاتب زي إحسان عبد القدوس، هو خير من عبر عن المرأة، عن مشكلاتها وعن أحاسيسها وعن الحرية أو كم الكاتب هي فيه أو الضغوط اللي هي بتتعرض ليها. فواضح جدا في النصوص ان هو انصف المرأة. في كمان كاتبه زي في الدكتوره نوال السعداوي عملت
كتاب ليها بعنوان امرأة عند نقطة الصفر. دي رواية من روايات اللي ترجمت اللغة الإنجليزية ومن الديوبايل، جسدت المعاناة والأزمات بتاعت المرأة المصرية، اتنشرت سنة 75 وترجم للغة الإنجليزية، وناقش أشكال كتير من ظهر الرجل للمرأة جسديا ونفسيا. وأنا طبعاً كأنثى أكيد أكيد تعرضت لحاجات كتير للمرأة. أنا بشتغل مدير عام في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فده يعني معمل كل المشكلات بتاعت المجتمع. طبيعي ان انا لما انزل بحث واقابل الناس واتعرف عليهم واسمع منهم من قريب ان انا اعرف اعبر عنهم. في اخر اصدار ليا اللي هو مجموعه قصصيه بيتنا الخشب، في قصه فيهم اللي هي عنوان المجموعه بيتنا الخشب، بقول امسك بمشاته وتلف الالوان الخاصه به وبدا يرسم، رسم في لوحه قوسا بالعصافير وبيتا خشبيا بداخله، وفي اخرى رسم عصفورا مندوعا كالريش وكان احدا قصقص بشعره، ورسم عصفورا زاهيا الوان، وفي لوحه تاليه حبس تلك العصفوره المسكينه داخل البيت الخشبي الضيق، كما رسم هذا العصفور المعجب بنفسه وهو يطير ويرجع الى القفص كيفما يشاء، ثم يطلق الى البيت الخشبي حقائق معدودة ليقضي منها وطنا وكأنه مصروف عليه دون أدنى رغبة منه في ذلك. وفي لوحة جديدة رسم تلك العصفورة المسكينة فقد ماتت داخل بيتها الخشبي الذي لا حياة فيه سوى حياة يملأها الانتظار الممل الذي فضلت الموت عليه، فغرقت عيناه بالدموع، لكن تلك الدموع الساكنة لا ترجع شيئا قد ولت وفات. واضح طبعا ان هي قصة رمزية ان انا عبرت عن المرأة وعصفورة ومنزوع ريش، ونفع ريش هنا مقصود به القاهر طبعا ان هي ملهاش سلطة ملهاش شر، وخصوصا ان هي لا تعمل، وان الراجل بيمارس عليها القهر وهو بيديها فتات وقته وبيديها فتات فلوسه وفتات اهتمامه. بس هو بقى الفنان رسم الكلام ده كله من خلال لوحه رمزيه تعبر عن مشكله نوع الفن. في قصه ثانيه برضه بتعبر عن تبادل الادوار اللي حصلت الفتره الاخيره في المجتمع. بقول ان هي قصه صغيره برضه اللي قصه بعنوان الاجرم. سئم ديك مهامه ذات يوم فقرر ان يكف عن الصياح. قال في نفسه: لما أجهد نفسي في الاستيقاظ مبكرا لأؤذن فيستيقظ الناس، فصار يسهر الليل ويصحو متأخرا. وجد أمامه بيضا انشغلت عنه الدجاجة بجمع الدجاج وتخزينه، خشية أن يصيبها الغزال حين لا تجد طعاما وقت الركود على البيض. اندهشت الدجاجات والضيوف بمشهد ضيف يطلب على البيض، وانتظروا حتى يقلع عن تصرفاته. مرت الأيام ولم يفقس البيض بل فسد. استاءت منه الدجاجات بسبب كعبتها فيه وزهدت فيه، ورغبت أن يقربها وامتنعت عن وضع البيض، وتجمع الضيوف عليه وملأ بيته، فصار كالأغرب وسط طيور الأشياء. طبعا هي زي ما قلت إن هي رمزية، في تبادل أدوار حصل، الراجل هو دلوقتي ماسك ينظف البيت وقاعد في البيت خانع، مش ده دوره اللي ربنا بيعمله. والست برضه مش مهمها ان هي تفش او تتعب لوحدها طول النهار بره، وهو ينتظر ان هي تصرف عليه او هي اللي تقوم بيه. طبعا دي مشكله اللي هي بنسميها مجتمع تبادل الادوار، ان ربنا مهيئ كل واحد بدوره، فلازم كل واحد يلتزم بالدور ده. دي قصه عن سوء استخدام الانترنت والاحوال اللي لقينا فيها دلوقتي. حساب خفي، كنت اجد لذه في مزاحمه النساء عند ركوب وسائل المواصلات وملامستهن بالام خفيفه، واسعد كثيرا ان صفعتني احداهن وتثير رغبتي. ايضا كنت اسهر الليالي الطوال اتلاعب بكروت الضعيفات منهن على صفحات الشاشه الزرقاء توقعهن
كانت لحبائلي إلى أن دخلت في زوجتي بحساب خطير لتخبرني أنها أصلت. فزي ما الراجل بيدخل يعمل حسابات أو حاجات خفية ويدخل يلاقي الستات، كانت الدين كذلك زي ما عمل في أولاد الناس. مراته دخلت بحساب خفي، هي متعرفة لجوزها، هي داخلة بتكلم راجل تاني، بتعرف تقول له أنا أرمل بالصدفة إن هو عارفها إن هي مراته مش شغالة بحساب. فكانت الدين كذلك زي ما عمل في أولاد الناس عمل فيه. في قصص تانية ممكن تكون أطول شوية مش هقولها، بس هقول بتتكلم عن مضمونها. في قصة بتقول قصة الواقع، الوردة اختلفت مع جوزها ووصلت معاه للطلاق. فاللي حصل إن هي صاحبتها قالت لها لا خلاص أنت السيستم بتاعك ده مش هينفع عشان تتجوزي تاني، فهي بقى من نفسك علشان تعرفي تتجوزي جوازة تانية كويسة. كل التغيير اللي عملته في نفسها كان إن هي قصة قصيرة راحت قعدت على كافيه تشرب بس لما حصل ان هي شافت ان هي فشلت في حياتها نتيجه التصرفات غلط، عدم اهتمام بنفسها. التغيير لازم يكون جوهري، ما يبقاش مش ان انا البس قصير انا كده اتغيرت، مش ان انا اروح اقعد على الجنبيه انا كده اتغيرت. اشوف ايه نقطه الضعف اللي عندي واغيرها. لو انا فعلا حسيت بفشل في مرحله معينه عشان اجدد حياتي تاني لازم اشتغل على نفسي، اللي هي زي ما بيقولوا التنميه البشريه، اشوف اقوي حاجات معينه عندي، ممكن اخد اثقف نفسي اقرا زياده، اشوف لو انا مثلا بعمل غلط مثلا بعد صوتي عليه لا ان انا ادي الفرصه يتكلم، ما اعملش تعبان من الشغل اصبر عليه، ما افضلش تك 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 اول ما ان انا احتمي ازاي اعرف ان انا اتعامل مع نفسي. يبقى التغيير علشان ابدا حياه جديده لازم يكون جوهري، ما يبقاش التغيير شكلي، مش ان انا قصير كده هبقى انا غيرت نفسي، مش كده. في قصه ثانيه بتتكلم عن اجمل ايام حياتي، بتقول دي ست متغطرسه متجوزه جوزها ما في دروس اهتمام غير طبق هو يجيب الطلبات هكذا وتجاي من بره، طلبات البيت مش عارفه اخد الزباله والزلازل، هي ممكن ما بتحبوش او مش عارفه تتعامل معاه. وصلت له احساس ان هو ملوش لازمه في البيت، ان هي دي بس. لكن لا قرار قراره ولا كلمه كلمته ولا كلام ده. بدات حسيت ان هو كمان مش قادر يبدلها احتياجاتها. فبدأ بقى ياخد أدوية عقاقير وحاجات زي كده تنشطه، وفي الآخر لأن مفيش تفاهم مفيش لغة للتفاهم بينهم انتهى الأمر بالطلاق. اعتزل نسيته تعبت واعتزل الستات خالص، حتى في شغله نقل في إدارة ما فيهاش ستات. فبعد كده احتك بصديقة، يعني اللي هو خارج من باب الشغل وهي داخلة احتك بيها، فلقى نفسه لا طب أنا كويس أهو، بس هي اللي دست لي في عقلي افكار غلط. فهو طبعا ما ينفعش ان الست تعامل جوزها وحش، ما ينفعش ان هي ما تديلوش حقه، هو ليه كل الحق برضه. والمفروض الاساس اللي بين الزوج والزوجه الموده والرحمه، هي دي اللي بتخلي مركب الحياه وحش. انا شايفه ان هو المفروض بقى نشجع لما تكون بقى ايه قديم وبيعدي الوقت، عايزين نشجعه، حد بيفكر يكتب شعر، حد بيفكر يكتب قصه من الشباب الصغير، فلازم نقف جنبه ونسنده. يعني مثلا ممكن فكره لو هو في المدرسه او مرحله الثانويه ممكن يعمل درجات تحسين الممنوع للمبدعين ولد او بنت، عشان ما نقولش واحد زي ما لا، يبقى في درجات تحسين ممنوع بدل ما هي الحاجات الرسم لا، واللي بيكتب شعر اللي بيكتب قصه اللي برضه هتزود درجاته في المجموع. الناحيه الثانيه لو هو حد بيشتغل جزء من التقرير السنوي بتاعه اللي هو نقطه الابداع، ايه الابداع بتاعه؟ حد برضه بيكتب، حد اي ملكه عنده لازم يكون عليها تقدير غير الموظف الثاني غير الزميل الثاني، لان هي دي بتفرقه عن الثاني. وارجو ان يكون وضحت الفكره. شكرا جزيلا للدكتورة كمال، وأنا بتحيي
سمحت يا شباب، في مجال الكلام العرض اللي الدكتوره حنان قدمته، هي كانت مركزه بشكل اساسي في القصص، مجموعه القصص الرمزيه اللي اشارت اليها، ان المراه لازم تكون الاول واعيه بذاتها، واعيه بصورتها، بتشتغل على نقاط الضعف اللي فيها بحيث ان هي تصبح الكائن المكتمل حتى في نظر الرجل نفسه. بتهيألي ده لو قرينا المجموعه القصصيه دي ممكن نخرج بنقاط ازاي نشتغل على نفسنا كنساء، بحيث ان احنا نكون افضل مش من اجل الرجل فقط، لا من اجل ذواتنا اولا. لان لما بنبني الذات وبالذات الذات الواعيه، واكون واعيه ومدركه لصورتي الاساسيه وعارفه ايه هي نقاط الضعف والقوه اللي فيا، ده في حد ذاته مهم جدا. شكرا لحضرتك. يعني كلنا متلهفين ان احنا نسمع الدكتورة هالة فهمي، وهي خاصة وروائية وكاتبة مسرح وايضا صحفية بجريدة الجمهورية ومساعد رئيس التحرير للنساء، وايضا رئيسة القسم الثقافي بجريدة النساء، ويشهد بيها ان هي دايما متزعمة للحركة الثقافية ودايما بتقيم صالونات ثقافية تستهدف موضوعات متعدده وقضايا هامه ليست بس فقط متصله بالمراه ولكن بكل القطاعات وكل فئات المجتمع. هي ايضا عضو مجلس اداره اتحاد كتاب مصر، عضو نقابه الصحفيين، ورئيس مجلس الامناء لمؤسسه هاله فهمي الثقافيه اللي من خلالها بتقدم مشروعها الثقافي. يعني اكيد الدكتوره هالة عندها مشروع ثقافي كبير جدا خاص بتنميه الثقافه بالنسبه للمجتمع، وهنسال خلال كل الخبرات وهذه التجارب هنسال الدكتوره هالة فهمي، هي يا ترى صوره المراه في الادب بقلم الرجل افضل ام بقلم المراه؟ وهل الاعمال اللي بتبدعها للمراه بتختلف عن ابداع الرجل، ولا ابداعها بيضيف للادب ابعاد ودانيه وابعاد من خلالها تكتمل الصوره؟ اتفضلي دكتوره هالة. ماشي دكتوره هالة براحتك زي ما هي عايزه. وانا جاي بقول يا ترى عدد المنصه هيبقى اكثر من عدد الحضور، كان سائد الان في الندوات الثقافيه، بس انا جيت علشان انا بحب الدكتوره منى الحديدي، وجيت علشان خاطر انا عارفه ان هي ما بتعملش فعاليه مش صح ومش مظبوطه، وانا طالعه في الاسانسير كان معايا سليم وام سليم، فبقول يا ربي دول رايحين فين؟ دور الثالث حين ندوه الشباب دخلت بصراحة مبسوطة جدا، لأن اللي أنا شايفاه دلوقتي بيقول إن الحالة اللي أنا فيها بقالي سنتين من الإحباط الشديد من الوسط الثقافي والأدبي والمجتمع بشكل عام، يعني مجتمعنا الثقافي هو مجرد خدعة، لأن الحقيقة بتقول أهو أنتم موجودين، يعني كل حاجة لسه زي ما هي، يعني لسه البلد بخير، في مثقفين، في شباب واعي، في بلد بتنهض وهتنهض. بشكرك يا دكتوره منى على الدعوه، وبشكر المنصه اللي سمحتني بها. احنا النهارده المفروض بنتكلم عن الادب النسوي او النسوي، ودي اشكاليه الحقيقه كبيره جدا. مش هنقول كلام تنظيري معقد، ولكن هنقوله بشكل بسيط جدا. إن أكثر تراث البشرية اتحفظ للمرأة أو عن المرأة
ان هي لسانها طويل جدا لدرجه ان ممكن يلف الكره الارضيه كلها وهي بتهندل بتطالب بحقوقها وبالمساواه. وده نوع الحقيقه من القهر وتشويه صوره المراه، لان المراه موجوده من زمان، ولكن العمل على وقت صوره المراه مستمر برضه من زمان. يمكن الناس اللي معايا اللي قاعده في التاريخ شويه هتتذكر حتشبسوت لما الكاهن الاعظم لمعبد امون رفض كونها فرعون انثى، وبدا ان هو يهاجمها وبدا يهاجم قراراتها رغم انها لاسه عندها لغات معماريه مهمه جدا، عندها في التجاره معلومات مهمه جدا، في الاقتصاد، في السياسه، لكنها انثى. فطلبت من الرسام اللي هو كان بيعمل لها معابدها وصورها ان يرسل لها دقن علشان خاطر تبقى فرعون ذكر يعني بالنسبه للشعب، انه يحاول ان هو يخفي الملامح الانثويه في تماثيلها حتى لا تصبح انثى في نظر الشعب الكائن ناقص. دي اشكاليه عشناها في التاريخ كله، التاريخ كله واحنا عايشين الاشكاليه دي، مع ان كل الاديان السماويه اللي نزلت قالت ان مفيش الاشكاليه دي. الرجل والمراه وكل الناس عارفه ان دول جناحين بتحلق بيهم كل حاجه في المجتمعات، الحياه، الدنيا. ومع ذلك زي ما بيبقى عندنا ذكر وانثى، عندنا من كل حاجه نقائض. يعني هنلاقي مثلا ان في خير وشر، في ليل ونهار، في فرح وحزن، دايما هتلاقي حاجه بتكمل حاجه، في شيء ونقيض، في جوع وفي شبع، في خوف وفي امن. الثنائيه اللي احنا بنعيشها دي هي ايضا ثنائيه الذكر والانثى في الابداع اللي احنا بنعيشه. هل الابداع الانثوي موجود؟ اه هو موجود. هل هو نفسه الادب النسوي؟ لا طبعا، لان في حركه نسويه حصلت في القرن ال19، ودي كانت بتطالب بشيء مختلف تماما عن الابداع. دي بتطالب بحقوق المرأة الفكرية والسياسية، ازاي المرأة تبقى كائن له حق في الانتخاب، في انها ترشح، في انها تبقى ليها دور مجتمعي مهم. اما الادب الذي يكتب من المرأة او عن المرأة فقصة اخرى. طيب هل السؤال اللي سألته الدكتورة منى، هل نجحت المرأة ان تعبر عن قضاياها وقضايا مجتمعها؟ بالتأكيد نجحت. محمد محمود عبد الناصر وهو ناقد كبير رحمه الله عليه كتب كتاب بعنوان القصه امراه. وانا سعيده بهذا الكتاب لانه اهداهولي، لان انا كنت صاحبه الالهام له وهو اهداني الكتاب، اهداء مكتوب على الكتاب. بيتكلم فيه عن اجيال مختلفه من كاتبات القصه في الوطن العربي وفي مصر. وجمع ناس كتير جدا، وشرفت ان انا كنت واحده منهم لان ده شرف كبير ليا. وبدا يتكلم ازاي ان المراه ولدت لتكون حكاءه، لتكون نواه لهذه القصه، ولذلك سماها القصه امراه. قال في الكتاب ده حاجه كمان جميله جدا، قال ان المراه هي التي ربت الرجل المبدع. يعني حتى الابداع الذي يوجد لدى الرجل هو صناعه انثويه، لانها هدهدته و يعني قامت على تنشئته على الابداع، على حب الفن، على حب الكتابه او الرسم او الغناء او ايا كان نوع الابداع. بما اننا بنتكلم عن الابداع، يعني احنا متخصصين النهارده في الابداع. ده اللي قاله الدكتور الاستاذ محمد عبد الناصر رحمه الله عليه. رشا غانم، الدكتوره رشا غانم، قالت في كتابها المهم برضه واللي اتكلمت فيه عن الروايه النسويه المعاصره، شرحت النسوية بشكل كامل، النسوية المصرية أو العربية والنسوية العالمية، ووضحت من خلال أعمال لروائيات. وطبعا أنا مش بجيب النماذج دي لأن أنا نموذج مكتوب فيه، أنا قدر الحمد لله إن أنا لقيت نفسي دون أن أشعر مهتمة بالكتابة النسوية، أنا ما قصدتهاش، لكن اكتشفت إن أنا عندي 25 كتاب في منهم 20 كتاب عن قضايا المرأة، عن إشكالياتها. وده مش علشان خاطر أنا مؤمنة بأن هناك صراع بين الرجل والمرأة، ليس هناك صراع،
هناك تكامل، حتى في الإبداع هناك تكامل. لما إحسان عبد القدوس كتب عن المرأة كتب في رواياته العظيمة العبقرية حاجات كتير. مين يقدر يعبر في رواية أنا حرة زي إحسان عبد القدوس؟ مين يقدر يقول الأعمال، عفوا أنا بس هجيب الأعمال لأن أنا ذاكرتي حلوة جدا. يعني من الأفلام بالظبط، يعني لا أنام. فيلم لا أنام اللي عملته كلكم شفتوه بتاع فاتن حمامي، الدقة الشديدة في وصف غيرة البنت الأنثى على أبوها، وإزاي دفعها للانحراف، وإزاي يعني التعبيرات والخصوصية النسوية شديدة جدا اللي يعبر عنها إحسان عبد القدوس. برضه عندك أنا حرة، الفيلم ده مهم جدا. ألف وثلاث عيون، هذا التناقض داخل الأنثى. يعني إحنا عندنا كتاب كتبت بشكل جميل جدا، وهذا أحب وهذا أريد، يعني دخل بشكل مهم، يعني إيه بنطلع جراح وقدر يجيب خصائص لا تعرفها ولا تشعر بها إلا الأنثى. إذن الرجل يستطيع أن يعبر عما تشعر به المرأة وعما تريده، وليه؟ لأنه مبدع. زي ما المرأة تقدر تكتب عن دقائق مهمة جدا في حياة الرجل إذا كانت مبدعة. إذا إحنا هنا ما بنقسمش الإبداع لإبداع ذكوري وإبداع نسوي، الإبداع إبداع والقضايا قضايا. المرأة جزء من المجتمع وعليها أن يتم التعبير عن نسوي، هي كتبت أو كتب عنها. الحقيقة الورقة اللي أنا كنت عاملاها كانت متخصصة، لكن أنا زي ما بقول لكم في يوسف إدريس لما كتب النداهة، يعني قد كده يعني قد كده، وحادثة شرف وأرخص ليالي والحرام. يعني لما تشوف الروايات دي تقراها، يمكن كمان الأفلام بتختصر شيء من إبداع المؤلف وهو بيكتب، لكن لو عايز تستمتع بيها فعلا اقرأ النص الأصلي، لأن في النص الأصلي أنت بتعيش حالة مختلفة عن رؤية المخرج والتدخلات اللي بتبقى مع فريق العمل. الحقيقة الإشكالية دي ما هياش في الروايات بس، ولا هي في القصة القصيرة ولا في الشعر. الشعر مثلا دعونا نعترف ان واحد زي كابن تمام وابن نواس اللي قالوا ان احنا تعلمنا الشعر ورويناه عن شواعر من العرب. يعني واحد زي ابن تمام شاعر من الشعراء الفخور، ابن نواس لما يقول ان احنا تعلمنا من شاعرات، اين هم يعني الشعرات دول؟ التاريخ لم يعني يوصل، لم يعني يرسل لنا غير الخمسات، ليلى العمليه، ليلى الاخيريه، بعض الاسماء، ولاده بنت المستفي، هم دول اللي كانوا موجودين بقى طبعا. لكن كان عندنا ازمه تشبه الازمات التي نحاول النهارده ان احنا نقوليها، اللي هي ايه؟ ازمه الراوي، ان الراوي كان ذكر، هو اللي بيروح الاسواق، هو اللي بيروح المحافل، هو اللي فبيروي عن الذكور، لان زمان كان سماعي، يقعد الراوي مع الشاعر يسمع منه ويقول شعره مع شعاره، وبالتالي اللي وصل لنا قليل جدا من الشعرات اللي هم على مر التاريخ. كذلك المسرح، المسرح اللي بدا مثلا في سوري على ايد مارون نقاش، لما جه يوصل لعندنا في كاتبات، لكن هي الاشكاليه ايه؟ احنا بنتكلم بشكل عادي جدا، الاشكاليه ان انا ككاتبه مسرح، انا هلا فهمي ككاتبه مسرح عشان يتم عرض مسرحيه ليا، دي محتاجه حاجه انا ما اقدرش اعملها، محتاجه ان انا انزل كده اخد المخرج واخد فريق العمل، نقعد على القهوه، نشرب شيشه، نتفق على النص، هتقولوا هو ده بيحصل اكتر، دي الواقع. انا بتكلم عن الواقع، طب كم كاتبه مسرح هتقدر تعمل ده؟ انا شخصيا ما قدرتش اعمله. كل اللي انا قدرت اعمله في نصي من نصوصي ده انا اهديته للمخرج حسام صلاح الدين اللي هو كان عامل هالة حبيبتي، عملها لي وعرضها ورحت زي اي انتفاق. ليه؟ لان ما اقدرش انزل اصل السهرات اللي تخليني شغل يطلع. في شراية في الشراية ينجح فيها الرجل لا تستطيع عليها المرأة، وبالتالي تفضل كاتبات المسرح اسماء مختفية في كتب. كل اللي نقدر نعمله ان احنا ننشر ده في كتب التاريخ انصفنا او
لم ينصفنا. دي قصة الحقيقة ما نقدرش نتكلم عنها. لكن حصل حاجة جميلة جدا، غالبا كانت في سنة 2000 يعني بدأت من 20 سنة، بس من الألفينيات كده بدأت هناك تنتشر. إن في 7 أو 8 كاتبات مسرح قرروا إن إحنا نبقى موجودين، فعملوا إيه؟ عملوا فرقة، وبدأت فرق خاصة بتاخدها مخرجات وكاتبات، بدأوا إنهم يعملوا عروضهم عشان يجروا. لكن دي حركة قليلة جدا، ما نقدرش من خلالها إن إحنا نحقق الهدف المأمول. الهدف اللي إحنا عايزينه هو إن إبداع المرأة يصل. الرجل لم ينكر إبداع المرأة في الظروف التي أنكرت إبداع المرأة، هي المرأة نفسها التي أنكرت إبداعها، لأن اللي كان بيحصل على المرأة السنوات الطويلة أي والعقود الطويلة والأجيال اللي إحنا عشناها، إن المرأة تستسلم بسهولة نتيجة للقهر اللي بيمارس مش على المرأة كامرأة فقط، لكن على الرجل أيضا، أحيانا على المجتمعات كلها. الإبداع النهارده هو في حالة أزمة وليس الأدب النسوي فقط. هناك موضوعات متخصصة جدا المرأة ما تقدرش تكتبها، وده الجزء الثاني من سؤال الدكتورة منى. ليه بقى؟ لأن مثلا لو هالة فهمي كتبت عن موضوع معين وليكن الخيانة الزوجية، العشق، أي كان، إذا هيتم إسقاط ده على هالة فهمي، فبدأت تبقى فيه مشكلة. طب لما يكتبوا رجل مفيش إسقاط بيحصل. عشان كده قلت لكم نجح كتاب كتير جدا من الرجال انهم يعبروا عن ادق مشاعر المراه، مش عشان المراه عاجزه، عشان هي تخاف تتكلم في الموضوع دي. الموضوع كبير ومش قليل، لكن الحمد لله ان في بعض الكاتبات النهارده بدات تصيبها فيروس بتاع كورونا كده اللي هو فيروس الجرأه، فكتبت زي سعاد سليمان مثلا لما عملت روايه بعنوان هبات ساخنه، تكلمت فيها عن انقطاع الطمس لدى المرأة والأزمة اللي بتمر بيها بعد 50 من عمرها. أنا يعني بحييها رب، وأنا قلت لها في ندوة في معرض الكتاب كانت معايا الدكتورة رشا، قلت لها أنا كحالة أنا لا أجرؤ إن أنا أكتب في موضوع زي ده، فأنا جيت النهاردة كده قطعة عشان تحييني على هذه القدرة. أنا سعيدة للمرة الثانية بوجودكم وفرحانة جدا بيكم، وبشكرك يا دكتورة رشا. الدكتورة هالة، وأظن إن الدكتورة هالة يعني جاوبت عن تساؤلات الدكتور في ذهن كل شبابنا، ونأخذ من السياق اللي الدكتورة هالة اتكلمت فيه، وهي بتقول قد إيه من حتى في مصر يعني الفرعون، وإن قد إيه في واحدة مبدعة ما قدرتش تظهر بصورتها الحقيقية كامرأة، وحاولت إن هي تتنقل في صورة الرجل، وده خلاني أستدعي بالملكية الذاكرة ملكة من ملكات مصر العظام في مصر الفرعونية اللي هي حتشبسوت، واللي حكمت مصر أكثر من 20 سنة، كانت متنكرة في زي رجل، ما كانش حد يعرف إنها كانت متنكرة في زي رجل، وهي اللي يرجع فيها الفضل في بناء الجيش المصري وبناء مصر والتواصل التجاري. كان لها انجازات كبيره جدا لانه كمان حكمها استمر فتره طويله من الزمن. والدكتوره هاله بتقول حته ان المراه مبدعه في فن الحكي، خلاني انا برضه استرجع حته قصه الف ليله وليله وبراعه شهرزاد، وهي بتحكي القصص وقد ايه اثارت انتباه شهريار وخليته ينتهي بنهج مختلف تماما عن اللي كان بيتبعه مع المراه، ان هو في كل ليله يقتل امرأة أو يقتل الزوجة في أول ليلة من ليالي الزواج، لأنه كان عنده صورة ذهنية عن المرأة السيئة اللي غيرتها من خلال فن الحكي، واستمرت معاه فترة طويلة وأنجبه هي شهر سيد فنانين. المرأة من خلال إبداعها ممكن تغير الصورة الذهنية عنها في ذهن الرجل نفسه. هنا كمان ممكن دكتورة هالة أثرت فيا وهي بتتكلم عن أدب إحسان عبد القدوس، وقد إيه إن الرجل بما إنه متاح ليه إنه يعبر عن قضايا المرأة وعنده الجرأة اللي المجتمع بيتيحها ليه، وقد إيه إن هو برع في عرض قضايا المرأة في القصص اللي زي أنا حرة وزي لا أنام. هنا بيخليني أقول طيب يعني معنى كده إن الرجل كان بيعكس صورة المرأة
بشكل ايجابي، بالرغم ان كل الاعمال الابداعيه يعني كانت بتظهر في معظمها اللي الرجل بيكتبها كان بيختزل المراه في صوره الجسد وصوره الشهوه، وان هي اداه للمتعه والتلذذ، وان هي مصدر الغوايه والاغراء، وان هي بتستخدم جسدها في اغراء الرجل. فبرضه في صور سلبيه عن المراه، الرجل كان بيعكسها بطريقه فيها عنف وفيها اختزال للمراه، المراه ليست جسد، بالعكس كانوا بينكروا عليها ان هي ليها الفكر وليها العقل، مع ان لو واحنا بنطلع على تاريخنا هنجد ان في حكيمات ومبدعات وشاعرات وفيلسوفات، وايضا المراه عملت مهنه كانت قاصره على الرجل في مصر الفرعونيه، وهي مهنه الكاهن، كانت بتنضم الى المعابد قد ايه؟ الله يعني بيتم اختزال المراه بصوره سلبيه، وبيقتلوا نجاحات المراه وما قدمته للمجتمع من انجازات. وزي ما احنا قلنا كده في ملكات عظيمات كان لهم اسهام كبير جدا في المجتمع المصري، كان في ملهمات في مختلف المجالات كان لهم اسهام كبير جدا في المجتمع المصري وفي العمل الانساني وفي العمل الخيري وفي بناء الوعي وايقاظ الوعي. كمان هنا الدكتوره برضو هاله قالته ان هي بتقول فين الابداع النسوي لما كان في شاعرات عظيمات وفي نتاج من الشعر والنثر والقصص وفن الخطابه عبر تاريخ المراه من العصر الفرعوني مرورا بالاسلامي والعصر الاموي اللي شاف ازدهار كبير جدا في الحركه الثقافيه والانتاج الثقافي لمصر. هقول لحضرتك يا دكتوره او في الوطن العربي كله ان في ثلاث وجهات نظر بتقول اما تكون الحروب هي سبب طمس هذا النتاج النسوي، لان احنا عارفين في حركه الحروب المغوليه والتتار قد ايه نسفوا هذا الانتاج وقضوا على مكتبه اكبر مكتبه في التاريخ اللي هي مكتبه بغداد. وفي ناس في اتجاه ثاني بيقول لا ان هو تم ادخال هذا النتاج الابدي الادبي والابداعي للمراه بشكل متعمد، علشان هنا لان كان في انتقاص لصوره المراه ومش قادرين يعترفوا بقدرتها ومناسبتها للرجل في مجال الادب والشعر، وان لما يكون الرجل هو المسيطر فده بيفرض هيمنه الرجل على المراه. في اتجاه ثالث بيقول لنا الفتره العثمانيه هو فتره التنميم كان في بالفعل هدف اساسي لابعاد النتاج الخاص بالمراه، لان احنا عارفين ان الفتره دي كانت اسوء فتره مرت على المراه واقصاء المراه من الساحه الثقافيه والساحه الادبيه اللي هي شهدتها وشهدت لها ازدهار كبير جدا في الفتره الامويه. اما بالنسبه للسياق وقد ايه المراه عندها ابداع وفي عندها الكيانات اللي هتعبر على نفسها عن نفسها بشكل اكبر واعظم من الرجل، لكن بالرغم من كده ان الانتاج الادبي الذكوري له اللي ليه وجود، ده بيخلينا نقول لان السياق الاجتماعي، هل السياق نتساءل هل فعلا السياق هو بيحجم وبينقص ابداع المراه وبيضعها في السجن الكبير، بحيث ان زي ما حضرتك قلتي لو هي عبرت عن مشاعرها وعرضت لقصه حب او قصه خيانه بيحصل اسقاط ليها؟ وده وعلشان كده بيفكرني بالاديبات والكاتبات المصريات في وقت من الاوقات مع ظهور النهضه اللي كانوا بيستخدموا اسماء ذكوريه او اسماء بيتنقلوا خلفها، زي مثلا عائشه عبد الرحمن بنت الشاطر، زي ملك حكم ناصر في باحثه الباديه، زي مي زياده لما كانت مسميه نفسها السندباده الاولى. يعني قد ايه عشان لان ده كان شكل من اشكال انهم ابداعاتهم، ولما بيكون بيحصل اسقاط على هذه الابداعات انهم ممكن يجيبوا العار لنفسهم والعار لعائلتهم، فبداوا يتخفوا وراء هذا الستار. ومن هنا انتقل للدكتوره رشا فوال، وهي شاعره وناقده والمشرف الادبي على نادي ادب الطفل بالمنصوره وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو لجنه الشعر، وايضا لها العديد من الدواوين الشعريه ولها العديد من الكتب والدراسات النقديه، وحصلت على العديد
من الجوانب. اتفضلي يا دكتور. وشايفه ما شاء الله شباب يعني رجال عن دور المراه او قضايا المراه، فطبعا ده حاجه كبيره جدا احنا بنشيد بيها. انا مش هتكلم في مصطلحات عن الادب النسوي او النسويه، ولكن انا شايفه ما شاء الله ان احنا قاعدين رجال جنب فتيات، يعني تمام؟ أنا مش عايزة أقول ذكور بس لأن في فرق كبير بين الذكر والرجل، فأنا بتكلم إن كل اللي في القاعة رجال وفتيات. فمبدئياً كده بما إن إحنا بنتكلم عن السرد، فالفكرة هو السرد النسوي اللي بيكتبه بالضرورة امرأة، ولا ممكن رجل يعبر، كاتب رجل يعبر عن قضايا المرأة أكثر من المرأة تقدر تعبر، يعني النقطة دي إشكالية في الأدب. وبما إن إحنا بنقرأ عدد كبير من الروايات في مصر والدول العربية، فيعني أنا أقول لكم تجربتي أنا الخاصة في القراءة، أنا شايفة إن في عدد كبير من الكتاب الرجال اللي قدروا يعبروا عن قضايا المرأة وعن أزماتها. يعني مثلا هيدي مثال ولو بسيط، غير طبعا اللي ذكرته الاستاذه هاله او الاساتذه الافاضل الدكاتره والدكتوره منى. مثلا في كاتب معظم كتاباته بتتكلم عن المراه، ده هو بيخلي البطله بتاعته دائما هي المراه، سواء كانت يعني قاهره او مفروض في المجتمع. يعني مثلا الكاتب الكبير احمد صبري ابو الفتوح معظم كتاباته وان لم تكن كلها بتتكلم عن المراه. اما يطلع في روايه له روايه شهيره جدا اسمها بريسكان، لما يطلع ان البطله يعني طفله صغيره بتكبر وهي دي بيوصلها لدرجه الالوهيه او انها نبيه في نهايه الروايه. عندنا مثلا الكاتب وحيد الطويله لما يعمل كاتيوشا هي روايته الاخيره والروايه باكملها بتدور عن المراه وعلى لسان المراه، هو مختلف تماما ككاتب القراوي عنه. انا حابه اقول لكم تجربه ثانيه انا بالفعل اهتميت بها من عده سنوات وكاتبه فيها دراسه كبيره جدا ومهمه، وهقول لكم دلاله الاسماء الروايات اللي انا استندت ليهم في الدراسه دي. رواية مصرية للدكتور عزة رشاد، الرواية دي اسمها شجرة اللبخ. ورواية أخرى للكاتبة الليبية نجوى بنت شكران، الرواية اسمها زرايب العبيد. رواية ثالثة للكاتبة العمانية كوخة الحرفي سيدات القمر. والحقيقة إن أنا خدت ليه الثلاث روايات دول، رواية مصرية ورواية ليبية ورواية عمانية. فيهم ملامح مشتركه، لكن الحقيقه هما صوره الرجل في الروايات الثلاثه، احنا بنتكلم في السرد، مش هما مش مطلعين ان يعني بالعكس ده هما اظهروا. يعني مثلا بوخا الحسي الراوي العبيد في الروايه رجل، زرايب العبيد الكاتبه نجوى بنت شكران النبيه طلعت ان هذا الرجل البطل الرئيسي ضحيه القيود الوالديه والقيود المجتمعيه. الكاتبه المصريه
الشخصيه عفره رشاد في جمله ليها جميله جدا في روايه شكر الكلاب، الولد ابنها لما ابوه بيموت بتقول له البس بدله ابوك. نبتدي هنا نخش، هي المراه لما كتبت كتابه طلعت صوره الرجل ايه؟ فنجد ان الثلاث روايات اللي هم الدراسه اللي انا اشتغلت عليها هنلاقي ان الثلاث روايات فيهم صوره الرجل متعدده، يعني هتلاقي مثلا ان في صوره الرجل المهمش. معظم الشخصيات الذكور بقى، شخصيات الذكور في هذه الروايات صلصليه، شخصيات مهمشه تماما، شخصيات مستلبه. شخصيه الرجل العاشق، شخصيه الرجل المسيطر المهيمن والانتهازي ايضا. فالثلاث روايات عبروا باشكال مختلفه عن، مش عن صوره الرجل بس بقى، عبروا ان في الختام بتاع الروايات، يعني لمن يقرا او لمن قراهم او يحب يقراهم، هنجد ان الرجل والمراه ضحايا قهر مجتمع في المحصله. يعني هي مش الفكره ان هذا الرجل فقط قاهر او ظالم او سلطوي، ولكن هي الفكره ان الرجل والمراه داخل الروايات، والمرأة التي عبرت بالكتابة في الثلاث دول من مصر ومن ليبيا ومن سلطنة عمان أظهروا للأسف قمع المجتمعات، سلطة الوالدية اللي يبعث الأساس من السلطة المجتمعية. فأنا حابة أقول لكم ملمح بسيط خالص عشان ما تجاوزت وقتي بس، وهو دلالة الأسماء، يعني عشان إيه الكلام لطيف وما تزهقوش. أسماء الأبطال الذكور في الرواية، يعني مثلا طبعا دي إشارات سينيائية، يعني إشارات بتبين لنا الكاتبة عايزة تقول إيه أو بتعبر عن قضايا إيه في المجتمع. فمثلا في رواية سيدات القمر للكاتبة العمانية نوخة الحفصي، البطل الرئيسي المعذب المقهور اللي هو الراوي العليم اللي بيحكي قصته، واللي انا شخصيا هذه الشخصيه اللي انا ما اقدرش انساها، يعني من تألمي لألمه، اسمه عبد الله. في البطل الرئيسي في روايه سيدات القمر عبد الله جاء دالا على العبوديه، على علم ان هذا البطل ابن التاجر سليمان، وسليمان هذا تاجر عبيد في الاساس. يبقى هو ابوه مش حد فقير ولا غلبان، ده بالعكس ده ابن اكبر تاجر من تجار العبيد في الدوله، وهو اسمه عبد الله. في روايه زوال العبيد لنجوى بن شتوان الليبيه البطل الرئيسي اسمه محمد الصغير، والاب محمد الكبير. ناخد بالنا من دلاله التبعيه، يعني كيف ترصد الكاتبه تبعيه الابن للاب. ودي طبعا دلاله مهمه جدا. عنوان جرايد العبيد. في كمان بقى في الروايه المصريه للكاتبه عسل رشاد، بتقول عسل رشاد بطل الروايه، شباب بطل الروايه في شجره اللبن اسمه فارس. فارس ابن البيسي بيك او حاجه، انا مش متذكره اسم الاب ايه، ولكن البطل الرئيسي اسمه فارس. هنا الكاتبه في السرد بتاعها عملت لي دلاله عكسيه، هذا الفارس لم يستطع ان يكون فارسا لحبيبته، ولم يستطع ان يتزوج من يحبها في الحقيقه لسلطه الاب. يبقى اذا دلاله الاسماء احيانا السرد يجيبها بكذا طريقه، مره كاتبه يتكلم دلاله للتبعيه، عبد محمد الصغير دلاله انه تابع محمد الكبير اللي هو ابوه، كاتبه جابت لنا البطل والراوي العليم عبد الله ابن تاجر العبيد وهو معرفه طول الروايه وطول الاحداث، الكاتبه المصريه عزه رشاد طلعت لنا فارس اسما فقط وهو ممزق ومشوه وشخصيه هشه ومستلب اجتماعيا جدا طول احداث الروايه.
انا عايزه اقول لكم ان السرد في الثلاث روايات، وطبعا الدراسه دي انا شغاله عليها بقالي كذا سنه، بس في طبعا نماذج كتير دلوقتي في الروايات اللي انا قراتها بعد كده بتدخل ضمن صوره الرجل من التهميش الى الاضطراب. هي السرد بتاع اللي كتبته المراه بقى عبر ازاي عن هذا الرجل المهمش الذي تحول الى ان يكون مغتربا. ولو انتم بصيتوا حواليكم في السوشيال ميديا بقى، مش كده ايه قضيه مهمه جدا وخطيره، كنت لسه بتناقش من كام يوم بالظبط مع احد الكتاب من كفر الشيخ. تطلع على السوشيال ميديا فتاه او سيده تقول الراجل كل اللي يهمه ياكل وينام ويخش السلاح بتاعه، مين اللي قال كده؟ يعني دي قضيه مهمه جدا في المجتمع دلوقتي، وانا شايفه ان ده بيتم بثه من اجل اهداف. مين اللي قال ان الرجل شغلته الثلاث حاجات دول ويخش السلاح بتاعه؟ ومين اللي قال انا شخصيا اتربيت عمر ما شفت والدي ولا جدي ولا اعمامي ولا اخواني حد فيهم دخل من باب البيت ودخل كان ونام وقعد في الكهف ومالوش دعوه بالبشريه، عمري ما شفت ده. واعتقد ان انت لو سالت امهاتكم هتقول لكم مش ممكن. الرجل ساعد والرجل يسال ويفهم ويبقى على درايه ولو بيعملوا ايه، ومش بهدف السلطه ولا ان هو يبقى متسلط، بالعكس. لكن هذا الاسلوب الذي يتم بثه الان في عقول الشباب او في عقول المجتمع بيؤسس لهذا، بيؤسس ان هذا الرجل يتم تهميشه. طب يعني اكثر من الضغوط المجتمعيه المسيطره على الرجل والمراه، احنا كمان المراه تطلع تقول يجي من بره ياكل وينام ويقعد في الكهف بتاعه؟ طب هو يسمع الكلام؟ هو للاسف في نقطه بقى هنا بقى ارد بقى على دكتور حمدي عشان مش عارفه اتجاوز الوقت. هو هيسمع الكلام ده، كان ممكن نعمل ده كمداخله بعد ما نخلص. هو هيسمع الكلام ده. هو انا اعتقد ان الرجل احرص الناس على ان الست دي تبقى في احسن مكان وفي احلى شكل. يعني برضه اقول لكم على اللي انا بشوفه ونحن نعمل، أنا بص عليها سيدات صبيات، أنا شايفة الوجوه المؤنثة في القاعة بكثير. في عملي من فترة سابقة كنا بنقول اجتماع الحضور من السيدات أكثر من الرجال، والحقيقة ده المفروض نشتغل عليه بقى على نفسه على الاجتماع، يعني نشوف إيه المقصد هنا فين. لكن الرجل هيسمع الكلام؟ لا، أنا أعتقد إن الرجل من كتر ما هيلاقي السوشيال ميديا والستات والدنيا كلها بتقول له لو سمحت ادخل الكهف بتاعك، فهو هيقول طب والله ده داخل الكهف بتاعي وعيشوا انتوا بقى. فاحنا مش عايزين نصل لهذه الدرجه من تهميش ايضا الدور المهم او الدور الهام جدا للرجل. انا عشان احسن كلامي تناولت عده انماط لشخصيه الرجل في الروايات اللي هي محل الدراسه دي. من ضمنها شخصية الرجل الانسحابي السلبي، والحقيقة إن الثلاث روايات اللي أنا قلت لكم عليهم دول بيناقشوا بطريقة يعني مفصلة الدوافع إيه اللي تخلي الإنسان ينسحب من الواقع ويخش الكهف بتاعه زي ما إحنا بنقول. الرجل المحب وبؤس الفرضانية. الثلاث روايات مطلعين الرجل المحب بائس، مش عارف يوصل لحبيبته أو مش عارف يرتبط بيها. وهذا ايضا دال على علامات واشارات مجتمعيه، يعني اللي يحب ده ايه القيود اللي عليه ومش قادر يرتبط بحبيبته. وصوره رجل الدين ايضا في الثلاث روايات كانت ملهمه جدا لانها مرتبطه بصوره الولي، وان الناس بتصدق اي حد يتكلم في الدين تحت شعار او تحت مظله انه ولي وله كرامات. ده نقطة مجتمعي خطير جدا في الرواية. مش هطول عليكم ومتشكرة جدا. شكرا دكتورة رجا القواني، وهي صراحة بعدها متميز بالثلاث قصص اللي حكيتهم والسلبيات اللي هي اتعرضت ليهم، ادت لنا بعد مختلف تماما. احنا عايزين نتكلم عن صورة المرأة
ودت لنا قد ايه بقى ان كمان صوره الرجل ممكن تقدر بشكل مشوه، لان السياق الاجتماعي فيه مشكله، فيه تشوه في البنية المجتمعيه بتنعكس بالتالي على الرجل والمراه. فهنا بتفكرني كمان بمقوله ابن خلدون لما بيقول ايه، ان الانسان نتاج اجتماعي وليس نتاج لطمه او المرادفه الخاصه به. يعني قد ايه ان البنيه المجتمعيه هي اللي بتاثر في شخصيه وبناء الانسان. حتى وهي الدكتوره رشا بتسال وبتتساءل ايه البس اللي دايما دلوقتي ان هي الرجل ما فيش وراه اي حاجه غير انه يدخل ياكل يدخل الكهف بتاعه. دي على فكره انا بقول ان هي مؤامره على المراه اكتر من انها مؤامره على الرجل، لان بتحمل المراه اعباء. والدليل على كده ان احنا شايفين دلوقتي العديد من المشكلات الاسريه والعديد والسبب من ضمن اسباب ارتفاع معدلات الطلاق ان الرجل بينسحب من مأموريته ومهامه الاساسيه وبيترك العبء الكبير على المراه، وبالذات تحت مظله الاستقلال الاقتصادي للمراه. وانتم بتطلبوا بالمساواه شيلوا، يعني هي بعد يشيلوا دي يعني عملنا حته المساواه دي على قد ما انها او مسيره المراه ونضالها طويل جدا عبر التاريخ، بس ظلمت المراه وحملتها الاعباء وممكن ادت الرجل فرصه لاستغلالها. بما انكم بتسعوا للمساواه يلا مساواه في كل حاجه. طبعا سعيده وهي الدكتوره رشا عضو في لجنه الشباب المجلس الاعلى للثقافه. دلوقتي الدكتور حمدي عايز يعمل ملفه بسيطه على ما الدكتوره ضحى توصل. انا عايز اكد دلوقتي انه ساعات يبقى في صور خادعه، يعني كان في حد كان عامل كتاب رائع قوي في سلسله عالم المعرفه اسمه رؤى مستقبليه، كان بيقول لو بعد مثلا 100 سنه مجلات العامه اللي انتم بتشوفوها اللي عليها صوره السيدات باشكال لطيفه وكل الحاجات اللي بتصدر فيها الانثى على اساس انها تبقى مصدر تشويق، لو دي وقعت في ايدين جيل بعد مثلا 50 100 سنه هيقولوا يا ده المراه كانت سيده هذا المجتمع، يعني بدليل انه كانوا بيصدروها. فساعات يبقى يعني في اشياء بتتعمل باغراض ما تبدو انها لطيفه، يعني ايه الراجل يجيب لزوجته سياره فتكتشف انها بتودي الولاد المدرسه وتوديهم النادي وبتاع، هو شغال يعني بطريقه مختلفه. كل دي امور احنا يعني المجتمع بيبقى يعني مدركها وفي مؤامرات كده متبادله ما بين الاثنين، لكن المهم هو انه فعلا اللي كنا بنتكلم فيه الاول خالص احنا شغالين على نفسنا قد ايه عشان ننتزع هذه الانسحاب. خلينا نتكلم بجد، هيفضل المجتمع مجتمع ذكوري الى ان يعني المراه بادواتها المختلفه هي اللي تنزع حقوق وتاخد حقوق مختلفه داخل الوقت. هو مش صراع، لكن هي دي الطبيعه البشريه بشكل عام. يعني علينا ان احنا طول الوقت نشتغل على ادواتنا ونحسنها ونحسن نظره المجتمع، لان احنا النماذج يعني اللي احنا بنقول عليه احنا هنعمل ده بشكل واعي جدا، مش علشان ننافس الراجل، لا عشان يبقى حياتنا افضل. احنا محتاجين حياتنا تبقى في منطقه وبشكل افضل. فكره الاهتمام بالوعي بالثقافه بالتعليم، التعليم مش التحصيل الدراسي، لا التعليم بمعناه في ناس يعني بتطلع معاش تقول لك انا عايز اتعلم ويروحوا كل الوان يعني المعرفه والثقافه، مش بس ان انت تقري كتاب او بتاع، لا ده ممكن تتعلمي حرفه، ممكن تروحي تتعلمي يعني حاجه فن عزف على اله، كل دي اشياء بتشبعك وبتطلع طاقه بشكل مختلف وبتثبت حضورك بشكل او باخر داخل المجتمع. فمش عايزين شويه ان احنا ايه نشوف ان المجتمع بيدينا بيدينا حاجات، بس هو ده حقيقي فعلا ولا دي مسائل امور شكليه؟ طبعا كاتبتنا الكبيره الاستاذه طه عاصي جت اهي وهتقول لكم بقى عن نماذج كمان مختلفه لانها متواصله مع مجتمعات اخرى. زي ما بنقول كده على المنصه حكيناها بس مع الاستاذه طه عاصي، وهي كاتبه وروائيه اصليه ولها العديد من الروايات والقصص القصيرة، وهي أول أديب يحصل على جائزة الأولمبي الأبدي من اتحادات كتاب أوروبا وآسيا،
واول اديب مصري بيحصل على عدويه عامله باتحاد كتاب روسيا، وهي ايضا عضو المجلس الاعلى للثقافه لجنه السن، وهي عضو مجلس النواب، وايضا هي لا تنتمي او هي غير مؤيده لفكره تصنيف الادب الى الادب النسوي، رفض هذه الفكره تماما. فهنسمع ايه وجهه نظرها وايه تضامنها. طبعا مش مكرر المنصه السليمه قايلته، اولا انا سعيده بوجودكم جدا، بس انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ازاي كده؟ في سر في الموضوع. بتعملوا ازاي كتير كده؟ طبعا انا سعيده بوجودي النهارده في هذه الندوه، انه الحقيقه تميز يعني العمل الثقافي اكثر من 25 سنه، وأول مرة أوافق على ظهور حاجة عن الأدب المصري. يعني أنا مش مقتنع خالص بفكرة تصنيف الأدب، وخاصة إن كلمة الأدب النسوي أحيانا تستخدم كسلاح ضد المرأة. يعني أعتقد مثلا إنه كثير من الشباب أول ما بيشوف اسم كاتبة ويبقى مشهور عنها كمان إنها كاتبة نسوية، هو مش هيروح يقرا. ويوجع دماغه ليه؟ هتقعد تتكلم عن أزماتها والحاجات اللي بتحكيها نفسيا، والكلام ده اصلا يعني هي لو زوجته او حبيبته او خطيبته او امه جت ويقولوا في البيت ما حدش عايز يسمعه. فيعني انا بشوف انه فكره، طبعا دي مدارس مختلفه، فكره الكتابه عن مشاكل المراه فقط او عن قضايا المراه فقط ويبقى ده توجه لاديب، انا بتصور انه ده بيقلل منه كاديب. لان هو هنا نرجع زي ما الدكتوره هنا قالت، هو بيوصل لمرحله انه كانه عنده قضيه وبيدافع عنها وبيستخدم الادب للدفاع فقط عن هذه القضيه. وفكره الادب النسوي اللي عايز اقول لكم في اوروبا برضه، يعني الحكايه مش مقتصره علينا في المجتمعات الشرقيه، في بعض الدول لما الكاتب بيبقى كتابته تافهه بيصنف عندهم في المكتبات ادب نسوي وادب وادب، يعني ادب نسوي وادب. لما بيبقى الكاتب كتاب بتافهة أو ملهاش موضوع بيقولوا عليه أدب نسوي، وبيتحط الكتب بتاعته وهو رجل في رفوف الأدب النسوي. يعني ده بيحصل. فتخيلوا كمان إنه كلمة أدب نسوي دي من بداية، أنا بشوفها بداية الإقصاء. يعني بشوفها بداية الإقصاء. ما حدش سواء كانت الموضوعات اللي هتم تناولها فقط موضوعات خاصة بقضايا المرأة، أو إنه التصنيف نفسه هو أولاً بيوصيك عن الجزء الثاني في المجتمع اللي هو الرجل، اللي هو مش هيبقى مهتم خالص يعرف موضوعاتك، هو أصلاً مش مهتم. فإحنا كأننا هنتكلم بعض. ثالث حاجة إنه فكرة إنه أنا أقعد أتكلم بس عن أزمات المرأة، ما هي زي ما الدكتورة رشا قالت في كتابات دوخة حركي وكتابات الكاتبات يعني اللي ليهم قيمه ابداعيه، هم بيفهموا او بيوصلوا ان ما فيش حاجه اسمها مراه منفصله عن المجتمع ولا رجل منفصل عن المجتمع. يعني هي المجتمعات اللي فيها مشاكل بيبقى عندها حاجات زي حلقات الاستقوال، كل واحد يقدر يعني يستقوى على حد، بيستقوى عليه المدير، بيستقوى على الموظف، رئيس العمل بيستقوى على الموظف اللي عنده، فالموظف اللي عنده يروح البيت يستقوى على مراته، فمراته تستقوى على عياله، فالعيال الكبير يستقوى على الصغير، يجي الصغير ده مش عارف يعمل ايه يستقوى على ابن البواب، يقوم ابن البواب يعمل ايه يستقوى على القطه اللي في الشارع يضربها. سلسله والقطه تستقوى على الفار، يعني دول جاري بقى. فمقصوده انه مفيش حاجه اسمها مرأة لوحدها عندها مشكلة، ولا في حاجة اسمها رجل لوحده عنده مشكلة، ولا في حاجة اسمها انه ان انا النهاردة الرجل يمارس عليا قهر. ممكن يكون في مجتمع عنده ثقافة تجاه اي حد في المجتمع تجاه المرأة، لكن لو جينا بصينا على المجتمعات الغربية هنلاقي ان المرأة في المجتمع الغربي اللي ما عندهاش نوعية المشاكل بتاعتنا
هي عندها نوعيات اخرى من المشاكل وما بتقدرش تتعامل معاها. يعني عندهم مثلا في بعض كتير من الدول ان هي عندها مساحه من الحريه في العلاقات، بس هي عندها مشكله ثانيه ان هي اللي بتربي الطفل لوحدها. الناتج وبتبقى عايزه رجل يعني يساعدها. فاصل ان احنا مش عايزين نقفل الايه؟ يعني عايزين نفتح الرؤيه. احنا مش عايزين نقفل الرؤيه على انه المرأة. ده حتى الاغاني دلوقتي طالعه موضه، هي تقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك، وهو يقول لها انت بتتكلمي ازاي هضربك وبتاع. ايه الخناقه دي؟ ايه الخناقه اللي شغاله دي؟ يعني في وبعدين بقى في تحيز. وعايزه اقول لكم ان فكره الكتابه النسويه يعني كتابه رائده. ليه؟ لان انا بشتغل على عواطفي. انا لو عايزه اخاطب نص المجتمع اقعد اقول لك بقى وانت احسن واحده في الدنيا وانت مقهوره وانت فيكي، فهتلاقي انه انت بتحبي ده. يعني الانسان عامه بيحب اللي بيتعاطف معاه. فهتلاقي في اسماء كثيره معروفه انها كتابات نسويه مبيعاتها عاليه جدا لانها بتخاطب الشعور ده، شعور ان انا يعني بيسموها يغازل القارئ، اغازل مشاعري. الرجاله كده يعني بتشتغل وطالع عينها. ستات معظم اللي بيقروا هم نساء دلوقتي لان هم بيبقوا قاعدين في البيت اكتر، عندهم فرصه اكتر. فلو اتكلمنا حتى عن السوق، لو اتكلمنا عن الموضوع بمنطق السوق، مين اللي هيشتري الكتاب ومين اللي هيقرا؟ هم البنات اللي في سنكم اكتر. وبالتالي كل ما الكتابه هتمشي تجاه الحاجات اللي هي فيها الاجواء دي هتبقى قريبه وتبدو انها دفاع عن المرأة. انا بقى يعني كدفعه عاطفي كاتبه انا ما بشوفش ده دفاع عن المرأة. ده تعزيز لفكره القهر. ده تعزيز لفكره ان انا بيتم اقصائي. ده تعزيز ان انا مش موجوده وافضل طول الوقت عرفت في الدايره الضيقه دي والراجل ده بيأذيني وانا لازم يعني اطلع منه. انا عندي وجهه نظر ثانيه. انا انسان. وعندي رؤية. تتضمن الكتابات أحيانا رؤية على مشاكل المرأة أهلا وسهلا. تتضمن الكتابات رؤية على مشاكل المجتمع أهلا وسهلا. على الحريات، على الأفكار، على الوطن أهلا وسهلا. يعني أنا عملت ست كتب، ثلاثة مقالات قصصيتين منهم مترجم لغات كثيرة وبيترجموا في كذا جامعة في العالم. منهم اللي عملت كتاب في علم الاجتماع السياسي ايام ما كنت بعمل دبلومه الفن الشعبي، وكان الدكتور حمدي زميلي كنا لسه بنعمل كتاب الانثروبولوجي دي مع بعض، اسمه محاكمه مبارك وشهاده السيده نفيسه. الكتاب ده كتاب في علم الاجتماع السياسي ملخصه ان انت بتروح او انا عملت ده وقتها الجوابات اللي الناس بتكتبها في صندوق النذور وبتحطها او بتحطها جنب الطريق. اتدفت الجوابات دي واتعمل عليها دراسه تحليليه. المجتمع بيشكو من ايه؟ بيشكو من ايه لدرجه ان هو يروح يوصل بيه لحل انه مش لاقي حد يقول له فيحط ده فيشتكي للاولياء. والكتاب ده انا بعتبره من اهم الكتب الحقيقه اللي عملتها في حياتي يعني. وبعدين الفكره بدات تتطور في ايه بقى؟ ان انا لقيت ده بيعملوه جنب ضريح مش عارفه مين للقديس ايه فين. يعني الحكايه بقى معيش بقى مصريين ولا جهل ولا بتاع. دي حاجه انسانيه ترتبط بفكره الضعف. في اوروبا جنب ضريح القديس كذا بيحطوا ده. كل حته في العالم بيحصل ده، وبدات اعمل كمان دراسه مقارنه ما بين دول. الروايات بتاعتي واحده فيهم بتتكلم عن فكره الروايه. ازاي بدات فكره الروايه ايام الحجر الفرنسي؟ وهي كتابه عن الحجر الفرنسي وعن فكره الروايه. في شخصيات نسائيه وشخصيات ذكوريه عادي طبيعي. الروايه الاخيره صباح 19 اغسطس اللي لسه صادره من شهرين ويعني كتب عنها احد المقالات اللي كان عنوانها من الكاتبه اللي بشوف عنها الحاجات، هي كانت بتتكلم عن انهيار الاتحاد السوفيتي وازمه الجمهوريات المنفصله عن الاتحاد السوفيتي. ازاي القوميه تكون احيانا جود تيرم، مصطلح جيد يستخدم من اجل
الزعزعة وهدم الدول والكلام ده كله. وطبعا دلوقتي بيحصل احنا بنشوف العالم حرب، يعني عملية عسكرية ما بين دولة، كانوا اثنين دولة واحدة في لحظة من اللحظات، وازاي ده أثر على العالم كله. فالأقصد إن أنت كامرأة من وجهة نظري أنت مش محتاجة تبتدي عن مشاكل، مش محتاجة، أنت محتاجة تحل مشاكل مبدئية. أو إنك لما تبتدي تبقي مؤمنة إن الإنسان عنده القدرة يقدم حاجة للمجتمع، في اللحظة دي المجتمع هو اللي هيرفع لك القبعة. في اللحظة دي المجتمع هو اللي هيقول أنا عندي شخص أستاذة في الجامعة أو دكتورة أقدر أروح أجري ابني تعمله العملية. وهنا بتحصل تغيير في موازين القوة بقى. لأنه هنفترض يعني أنت مثلا صغير، أنت في أسرة باباكي وأنت ومامتك وعندك أخ، لو أخك ده خيبان وأنت اللي شاطرة، هما يعتمدوا على مين؟ عليك أنت. مش يعني السرير ده هو الواقع بيثبت نفسه. انت النهارده انت اللي تقدري تعملي فهيلجأوا لك انت. وبالتالي فكره الكتابه خصيصا عن ازمات المراه ممكن يكون فيها جزء توجيهي، بس من وجهه نظري انه غالبا الرجاله مش بتقراها. يعني ما هو مش هيعرف، يبقى احنا بنتكلم عن سر. في حاجه بقى ثانيه، في سمات الكتابه النسائيه. سمات يعني ايه؟ يعني زي ما الست ربنا بيدينا طبيعة شخصية وطريقة تفكير مختلفة عن الراجل، السمات تختلف. وهنا بقى في اللحظة دي أنا ممكن أكون بكتب عن موضوع زي موضوع المواطنة والجماعة اللي تركت مصر أيام الخلافة العثمانية وتاريخ وحملة فرنسية وكتاب عن الثورة الفرنسية وحصل إيه وروبسبير عمل إيه وكل ده، لكن في النهاية سمات الكتابة ممكن تكون مختلفة. المرأة ممكن يكون عندها قدرة أكثر على كتابة التفاصيل مثلا. فلو حد متخصص يقدر يقرا يحدد من سمات الكتابه الكاتب رجل او امراه. وبالتالي اكيد في اختلاف في طريقه كتابه الرجل عن المراه، مش اختلاف في الوعي. الوعي بيعتمد على انت مين وطالع ازاي ونشات ازاي وطورت نفسك ازاي. ولا اختلاف في القضايا، يعني لو انا قررت ان المراه كائن منعزل عن المجتمع ابقى اقفل بس على المراه، بكتب عن كل حاجه. عن السياسة وعن الثورات وعن الحرية، دي أفكار يتناولها المرأة ويتناولها الرجل، ومن حقها يتناولها، بس ممكن وأنا بتناولها كامرأة يكون عندي رؤية طعم تاني لفكرة الحرية، طعم تاني لفكرة المواطنة كامرأة، أشوفها بالمعنى ده بالطعم ده طعمي أنا. وبالتالي افتكر من اوائل المقالات اللي كتبت عني اول ما بدات الكتابه، لا حياه للمراه بدون الرجل ولا حياه للرجل بدون المراه. ولذا انا لا ارى ان فكره الادب النسوي اللي هو بيدافع عن القضايا دي هو لا اهم حاجه في الموضوع. ورجاله لازم يقروا لنا واحنا نقرا لهم، هنحس ببعض ونلاقي بعض. شكرا جزيلا للاستاذه لها عاصي. طبعا هي كده قالت لنا ان هي ترفض تماما استخدام مصطلح الادب النسوي، لان هي بتشوف فيه انه بيرفض قضايا المراه عن المجتمع وبينظر للمجتمع للمراه وكانها نسيج مختلف عن المجتمع، بالرغم ان تعليم النساء هو الجزء الاساسي من التداعيات سواء الاقتصاديه او السياسيه اللي بيعنيها ايضا الرجل. وقالت لنا ان الادب النسوي فيه مجموعه من الخصائص، من خلال حتى قراءتي للقصه او الروايه اقدر اعرف ان اللي كاتبها هي روائيه امراه، وقالت لاني دايما الكتابه النسويه بتهتم بالتفاصيل حتى طريقه العرض اللي لها طعم او سمه مختلفه تماما، فبتهتم بالقضايا وبعرضها بطريقه فيها جذب وجداني، وان الخلاف مش بس فقط غير او الاختلاف، اختلاف في الوعي او اختلاف في المفردات اللغويه
لا ده هي اختلاف في الاهتمام بأدق التفاصيل اللي ممكن تهم كل واحد فينا، وده بيخلينا نقول طيب الله يعني في دوافع وراء كتابة المرأة، وهل هنا نقدر نقول ان الادب او كتابة الادب سواء النسوة او اي نوع من الادب. على فكرة الدكتورة ضحى برضو نبهتنا حاجة كبيرة جدا ان اختزال المرأة ان احنا نقول ادب نسوي، لا المرأة مبدعة في كل المجالات وكل الوان الادب، فعلشان كده هي رافضة هذا المصطلح. وهنا بنقول طب هل الادب ده هو انعكاس للواقع ولا المفروض ان هو يعمل على اعادة صياغة هذا الواقع ويقدم نقد للواقع الاجتماعي بحيث ان احنا نصل للافضل، زي ما اشارت ايضا حته مثلا ان احنا بنقول الله الادب النسوي ده هم عايزين يقولوا ان في هيمنه للرجل على المراه وان في اختزال للادب النسوي والابداع المراه ان هو قاصر ومهتم فقط بقضاياها فقط لا غير. وده عايزين نوصل لبعد ان لو احنا بنقول هيمنه وفكره الهيمنه اللي بينتجها ويعيد انتاج الهيمنه الذكوريه هي المراه، لان هي اللي بتربي الذكر او هي اللي بتربي الرجل، فهي المسؤوله عن تنشئه هذا الرجل. وعشان كده احنا بنطالب بايقاظ الوعي لدى المراه ذاتها. دلوقتي طبعا فرصه بقى الشباب اللي قدامنا، قدامكم منصه عظيمه وقدامكم سمعتوا اراء وافكار بتهيألي تعمل نوع من العصف الذهني عندكم، واكيد اثارت عندكم مجموعه من التساؤلات او استفسارات، فاي حد ليه مداخله يتفضل. شباب بقى وعايزين مداخلات. نبدا بالشباب وبعدين الدكتور احمد. اتفضلي. اتفضلي بس عشان يشوفوا. أنا مش أنا اللي جبتكم، أنا شرطتها على الجروب وأنتوا اللي كملتوا. عشان تبقوا واضحين. ليس في أي خطر. لا أنا حبيت أوضح إن مفيش فيها على فكرة. العبرة بالفايدة يا شباب. نسمع يا جماعة، نسمع بس الفايدة تقول إيه؟ نسمع. السؤال ايوه السؤال نسمع السؤال. هل المرأة بقى واخدة نسمع يا شباب ممكن نسمع. ناخد التساؤلات وكلها مره واحده بحيث ان احنا نتيح الفرصه للاجابات مره واحده. ايه التساؤل الثاني دكتور احمد الاول؟ اتفضل يا دكتور. نسمع دكتور احمد. عايز احيي اللجنه بس، احيي الاستاذ طبعا. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليكم جميعا. انا سعيد النهارده في شباب مصر، شباب الجامعات الجميل والثقف. وقبل يعني ما ابدا كلامي انا بحب اشكر الساده المبدعات الدكتوره ضحى عاصم الدايره الكبيره الكبيره، والدكتوره منى الحربي، والدكتوره حنان، والدكتوره رشا فواد، والدكتوره هاله، والدكتور حمد السباد زميلي وصديقي كلهم. واشكركم انتم. النهارده ندوه الادب النسوي تحديدا وقضايا المراه هي ندوه فيها خصوصيه وفيها يعني نوع من
الألفة حول المرأة، لأن المرأة هي الكائن الرائع الذي يضيف إلى الحياة. المرأة هي الأساس، كلنا نعشق المرأة وكلنا نملك علاقة بالمرأة، لكن في حقيقة الأمر لدي تساؤل مهم جدا، وأردت الدكتورة المبدعة الأستاذة طه عاصي أنها لا يعجبها الأدب النسوي، فقط الأدب هو الأدب، ولكن هناك خصوصية في الكتابة، دائما المرأة تهتم بخصائص أسلوبية من خلال الكتابة الروائية تحديدا، والشباب الآن يقبلون على كتابة الرواية، على قراءة الرواية، سواء كان كاتبها رجلا أم امرأة، المهم هي الكتابة في الحقيقة، يمكن أن تعبر المرأة عن قضايا الرجل، ويمكن الرجل أن يعبر عن قضايا المرأة، ليست هناك كتابة نوعية تقوم على النوع الأنثوي أو الذكوري، بل هي كتابة تهتم بعرض قضايا مهمة، هذه القضايا قد تجد يعني أثرها في نفوس القارئ، القارئ الآن أصبح ليس قارئاً عادياً، هو قارئ روحي، بمعنى إيه؟ أن القارئ هو الذي يتفاعل مع النص ويبني رؤية مختلفة من خلال هذا النص، القارئ ليس قارئ يستقبل ويستهلك العملية الإبداعية أو النص الأدبي، لا، القارئ الآن أصبح يضيف للنص عبر وسائل البنية المختلفة. أنا بس حبيت أقول إن المرأة ليست كائناً عادياً كي نقول إن المرأة مقهورة، لا، بالعكس، أنا شايف أن المرأة هي كائن مستقل له خصوصيته، كما أن الرجل كائن مستقل له خصوصيته، هما معاً يكملان ويضيفان جمالاً لهذه الحياة. شكرا لكم ومساء الخير. أي تساؤلات يا جماعة من اللقاء؟ الصوت اتفضل. هو وعلى أيوة اتفضل. سؤالك إيه؟ شكرا شكرا. نسمع يا شباب بعض لو سمحتوا. تتكلم عن المشاكل دي دي مرأة ليها قيمة كبيرة جدا في المجتمع وليها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا وما نقدرش نقول هم موجودين مش مجرد ان هي بس العكس
لو احنا عايشين عشان نخلي بعض في كل حاجه تمام، ومفيش حاجه في الدوله دي مش ليها لان هم موجودين فيها تمام. بس مش معنى ذلك زي ما قال زميلي يعني ان في حاجات ما ينفعش تبقى المراه موجوده فيها، المراه موجوده في كل حاجه في حياتنا ولها قيمه كبيره جدا في المجتمع والكبير، وربنا سوى في كل الاثنين وفي كل حاجه. طب قول لنا مثلا ايه مثلا هو بيفكر كذا حسيت عاوز منكم لانه بيطرح موضوع عارف اللي حصل كده انا حاسس. يعني ايه مجالات اللي انت شايف ان المراه المفروض ما تكونش موجوده فيها؟ اعتقد ان دلوقتي المراه واخده حقوقها كتير جدا عن الاول بكتير، انا شايف ان المراه اتطورت جدا انها بقى لها منصب في كل شيء، لها في المجتمع، لها كقاضي مثلا، لها كرب الشعب، لها كذا مكان بقى المراه موجوده فيه، يعني مش مكان واحد، بالعكس اتطورت جدا، بقى لها حقوق في البيت كمان يعني. حقوق جميله جدا كمان في البيت، كان لها طالب فيها فاهمه ان الراجل دلوقتي ما بيروحش بيته. لانه المراه اللي بتختار تكتب عن المشاكل دي ليه حاسه انها ضحيه؟
لكن في كتابات اخريات هم مش حاسين ان هم ضحايا، كتاباتهم متحرره من ده وما بتشتغلش على الوجه ده لان هي احساسها نفسه انها مش ضحيه. فهنا يعني في مثل جميل جدا، الاناء يضح بما فيه. اذا كانت المراه تشعر انها ضحيه هتلاقي طول الوقت ده. واحيانا علشان ما بقاش بس يعني حتى على الكتابات اللي بيكتبوا بالشكل ده، احيانا هي بتكون قدرت تتخطى هذا وعايزه تكشفه للمجتمع علشان المجتمع يفهم ان لما بتعمل كده في الست انت بتاذيها. لكن لو هو ده طريقه كتابه يعني ستايل واحد بيكتب فيه طول الوقت، لا يبقى هي عندها مشكله انها ضحيه. السؤال الثاني، ليه ايه الحاجات اللي ما ينفعش ليه كتابات المراه، ليه ما ينفعش المراه تتكلم عن الخيانه في الكتابه والا ستوصل بيها؟ خلينا برضو نرجع في النهايه، الكتابه عمل ذاتي جدا، يعني الابداع حاجه فرديه جدا جدا جدا، وكل واحد فينا عنده خطوطه اللي هو يقدر يتجاوزها وخطوطه اللي ما يقدرش يتجاوزها. الخطوط دي على فكره مش مرتبطه بالمجتمع، الخطوط دي مرتبطه بشخصيه المبدع. يعني في راجل كاتب ما يقدرش يكتب ينتقد حاجه سياسيه مثلا، لان هو من جوه ما عندوش الجرأه دي. مقيد. في ستات كتيره طبعا وادبات، يعني لما بنتكلم على الادبات هي بتعيش في المجتمع، فهي بتعيش في سياق هذا المجتمع. يعني هي لو عندها ابن وكتبت عن الخيانه الزوجيه وتم اتهامها بالخيانه الزوجيه، هي هتتألم عشان تحط ابنها في حرب. ولكن في كتابات اخريات لا، هي بتكتب وبتقول انا عندي القدره اني اعلم المجتمع ايه الفرق ما بين الابداع وما بين الذاتيه. انا لما اكتب عن واحد بياخد رشوه معناه ان انا برتكب؟ لما اكتب على واحد عمل جريمه قتل معناه ان انا اللي قتلت؟ وبالتالي في كتابات لا، بيدخلوا المغامره دي ويعلموا انها باهظه في الثمن لكن الحريه لها ثمن. الاديبه اللي عندها استعداد تعمل ده هي عارفه، واخرى بيبقى عندهم سياقات اجتماعيه مختلفه. يعني انا والدي واسرتي كانت اسره مستنيره، على فكره انا والدي كان شيخ ازهر ولكنه كان شديد الاضطهاد وكان يؤيدني في كل حاجه بعملها، وهو معلم وعضو مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. بنتي اللي دلوقتي بتقولي انا مش عايزاكي تكتبي مش عارفه ايه اللي هي قدكم، فهل انا هستجيب؟ معرفش غالبا. بس يعني اعتقد انه ليه في الجنه بيشربوا سجاير وهنا ما بيشربوش سجاير؟ في حاجه يعني ليه مسموح للمراه في بعض الاماكن بحاجات وغير حاجات؟ كل منطقه محليه ليها ثقافتها. يعني هتلاقي اللي مسموح في الصعيد غير اللي مسموح في الدلتا، وهتلاقي اللي مسموح في الزمالك غير اللي مسموح في بولاق. وبالتالي ده بيعتمد على الثقافه المحليه. ومش عايزه اقول عشان ادي وقت المنصه، شكرا جدا. يعني الدكتوره ضحت كلكم السياق الثقافي هو الحاكم لسلوكياتنا كلنا سواء اناث او ذكور. وحته الاسقاط يعني يمكن حضرت في ذهننا دلوقتي حادثه قريبه جدا للخاصه بقد ايه فيلم بتاع اصحاب ولا عز، ولما كل المجتمع حاول يذبح البطله بتاعت الفيلم وكانها هي المرتكب والفعل اللي هم رافضينه وناسين او متناسين ان ده لون من الوان الابداع، وهي ملهاش، هي بتجسد هذا النوع من الابداع فقط لا غير. دلوقتي حاضر الاستاذه آلة فني هتجاوب على تساؤلاتكم. هو يعني حصل على ما يبدو سوء فهم للجمله. أنا الحمد لله من الكاتبات التي تخطينا كل الخطوط التي تقيد الحرية. يمكن ده زي ما قالت الأستاذة ضفا له علاقة بالنشأة. يعني أنا والدي شاعر، نشأت في مكتبة كبيرة جدا، بقول اللي أنا عايزاه، بعمل اللي أنا عايزاه في أي وقت. لكن الفكرة أنا قلت إيه؟ أحيانا ينظر لكتابات المرأة أو بعض النساء
ان هي بتشخص حالتها، زي مثلا ما واحد بيكتب قصيده يقول لي انت حبيت ان يشوف ديوان مثلا 30 قصيده، وانت حبيت ال 30 واحده دول؟ يعني ده بيبقى يعني قصور في فهم المتلقي او المجتمع. لكن الحقيقه انا عملت من ده ككاتبه في بدايتي، يعني اول مجموعه قصصيه ليا كان اسمها لنساء حكايات، وكنت يعني بتكلم في قصه من القصص عن واحده بتخون جوزها وانجبت منه سفاح، بس لما جه جوزها يكتب لاولاده، هي مخلفه من جوزها، يكتب ثروته، فرفض انه يكتب للولد اللي جاي سفاح. يعني شوفي التناقض في شخصيه المراه، هي ممكن تخونه لكن مش عايزه تسرقه، مع انك سرقت شرفه. يعني انت بتشرح حاجه هنا موجوده فعلا في المجتمع. فاللي حصل وكان على المنصه يعني اسامي خلط بالنقشوني في معرض الكتاب. فسابوا القصه دي وجم على قصه ثانيه اسمها القطه، انا بتكلم فيها عن واحده سلبت حريتها في انها تمارس العمل، فقعدت 21 سنه متزوجه، جوزها كل سنه بيجيب لها مع الهديه قطه فرو. فبقى عندها 21 قطه فرو في البيت، بالاضافه لقطه حقيقيه. فقررت انها تثور على هذا الزوج وتنزل تشتغل. فلما نزلت اول المدير ما بيحط ايده على الكرسي اللي هي قاعده عليه اتخضت، ده هيلمسني. جه كلمها اتفزعت، ده هيعكسني. فسابته وطلعت تجري، وهي بتجري هروبا من مواجهه المجتمع اكتشفت انها مش عارفه البيت، فكلمت جوزها فاخدها روحها. بعد ما روحت فقعدت تتفرج من ورا الشباك، فلقت القطط بتاكل من الزباله. فراحت بيقول لها ده مصير اي قطه بتخرج من البيت. فراحت واخده القطه بتاعتها مخرجاها. فلما خرجت القطه في الشارع فبيخمشها قط، بيخمشه، فبيقول لها شفتي؟ شفتي المصير؟ فقالت له هيضربها وهتضربه وهتخربشه وهيخربشها، لكن في الاخر هتاخد حقها. وراحت مجمعه القطط الفروعه. طيب انا ليه بقول لكم الحكايه؟ مش عشان احكي لكم القصه، تمام؟ لا، عشان اقول لكم المفارقه. انا اللي كان قاعد على المنصه، وطبعا احتراما ليها اللي انا اقدرها، استاذه كبيره جدا، فراحت قالت ايه؟ شخصيه القطه هي هاله فهمي. لماذا؟ لان هاله فهمي ضحت وقعدت في بيتها 16 سنه او 14 سنه، تركت فيهم الاذاعه، كنت انا مذيعه وسبت الاذاعه وقعدت بولادي، فدي جريمه عاقبتني عليها امراه. فقالت ايه؟ هاله فهمي هي شخصيه القطه، الست المخمليه اللي بتنتمي للطبقه البرجوازيه اللي كل سنه مش عارفه ايه، فلما راحت تواجه المجتمع خافت و و و و جوزي قاعد فيسكت. لا، هو استاذ جراح وراجل يعني بروفيسور في المجال. فضل قاعد ساكت، سابها قال لها بعد ما طلب المداخله، قال لها اذا هاله فهمي هي الزوجه الخائنه التي حملت سفاحا. هاله فهمي هي سوسن في قصة بتاعت حرب السويس اللي استخبت تحت بير السلم في الزيتونة. هالة فهمي هي كذا، هما 22 قصة هالة فهمي. يا دكتورة لا يصح أن تسقطي على المبدعة شخصيات الأبطال بتاعها. أنا حزين إن أنا جيت الندوة دي وخد بعض ومشي. ده كان درس قاسي. اكتشفت ده انا قلته في بدايه الكلمه، ان انا بعد ما خلصت فتره كده فرقابه الصحفيين حبوا تحتفي بيا كزميله، فعملوا لي عندي 25 كتاب وانا عندي 50 سنه في التوقيت ده بالصدفه يعني، فراحوا عاملين احتفاليه كبيره جدا في النقابه. فوانا بحط الاسامي بتاعت الكتب ففوجئت بان معظم الصحفيين الزملاء الذين لا يقرؤون، ودي مشكله ثانيه كبيره، مصنفيني كاتبه مصريه. ليه؟ من عملين كتب لنساء الحكايات، نساء ماريونات، الصراحه لعبه النساء، لانها انت. لا يا جماعه ادخلوا جوه الكتاب شوفوا، والله انا ما قصدت ده، لان لما بتدخل تشوف القضيه بتلاقيني بناقش قضايا المجتمع، لان انا كائن معترف من اول لحظه ان للمجتمع جناحين، رجل وامراه، ولن يحلق الا بهما.
وبالعكس انا محمله المراه العبء الاكبر، لان المراه التي تربي الرجل هي تربيه طفلا صغيرا تنشئه، فاذا احترمها فلانها ربته على هذا الرجل، واذا لم يقدر دورها فلانها هي السبب. اذا احنا عندنا مجتمع قاهر للرجل والمراه، ما قصدتش ابدا ان انا اقول ان، لكن بيحصل ان احيانا يتفهم ان الكلام ده، ويمكن كلنا ككاتبات هتلاقينا مرينا في ندوه او في غيره بحاجه زي كده. ويعني انا مش عارفه اقول لكم ايه غير ان انا سعيده بيكم، ويكفي ان انا اقول لكم ان في الستينيات من ساعه الدكتوره لطيفة زياد فتحت الباب وخرجت وكتبت لنا الباب المفتوح وعبرت فيه المجتمع في حقبه زمنيه مهمه جدا، والى الان ما زال الباب مفتوحا وعلينا ان نروح منه جميعا مجتمع كامل. في حاجتين عجبوني قوي من حكايات حضرتك، دعم يعني كل التحيه لجوج حضرتك، لاني سمحت ان انا نقول ان فعلا ابداع المراه لا يكتمل الا بدعم الرجل لها، فقد ايه ان هما الاثنين بيكملوا بعض. هو فعلا اذا كنت انا ناجحه النهارده ومتحققه لانه هو دعمني بقوه، لانه هو رجل متحقق وناجح وكسبني. ومن ضمن الحاجات اللي كل رجل داعي لكل امراه. فكمان حته القطه اللي بتحسس مهاره التستغليل ده حلوه قوي، حكايه القطه دي درس لينا ان احنا نبقى قطط، قطط بتخربش او قطط وديعه، قطط وديعه لما يكون اللي قدامنا بيقدرنا ووعي دورنا، قطط بتخربش لما يحاول يبقى احنا كائن مستمر بالنسبه له، او ان احنا كائن الثقافه بتديله الحريه في انه ينتهك خصوصياتها، ساعتها يبقى قطط بتخربش. بالصدفه يا جماعه انا معايا الكتاب ده، كنت بيبيع عشان في صديق جاي كان عايزه مني، ده كتاب صدر عن هذا المجلس من حوالي من 2004 او 2005 تقريبا. الكتاب بيدرس في اداب القاهره، ويعني من الفتره دي. الكتاب اسمه في نداء الزوجات، دراسه في الشعر العربي من العصر الجاهلي للعصر الحديث، رصدت ظاهره نداء الرجل الزوج للزوجه. وطبعا هو هجاء بهجاء، وقلت ازاي الست ردت وايه الموضوع، هل هجاء طالعه عربيا وموضوع. عايزه اقول لكم على حاجه لطيفه جدا برضو، اللي هي سوء الفهم للكاتبات. عندما طرح الكتاب كعنوان تم الموافقه عليه، وعندما عرف ان الكاتبه امراه فبدا التفكير، طب هو احنا ممكن حضرتك نشيل بعض الفصول اللي جوه يعني ننقحها؟ طب يا جماعه المصادر دي مصادر تراثيه قديمه نشرت من 400 سنه ونشرت والناس قريتها. يقول لي لا معلش، اصل في مفرد كده، ده رده ثقافيه للرجل وللمراه. يعني انا بس حبيت اقول لك ان كان في حد بيتكلم عن الجراه في الكتابه، احنا اقل جراه من حقب تاريخيه فاتت من زمان، عايزين نرجع تاني. شكرا. دلوقتي هندي الميكروفون للدكتورة رشا على نرجع على المداخلات بتاعتكم. في ثواني معدودة يعني مش هطول، أنا بس عايزة أسألك سؤال، بما إن إحنا بقى في لقاء تفاعلي، أسألك سؤال، أزمة الحرية مرتبطة بإيه؟ أزمة الحرية أي مجتمع مرتبطة بإيه؟ بالثقافة؟ طب ثانية واحدة، العادات والتقاليد. يعني هقول لكم بس على حاجه، عشان احنا لو قعدنا نعمل العصر ذهني هنقعد ساعات كتير، وهتقول الازمه مرتبطه بحاجات كتير. الحقيقه ان ازمه الحريه في اي مجتمع مرتبطه ان انت بتجامح وما تقدرش تحيد عن الجماعه السيكولوجيه. وانا شايفه ناس كتير عن اجتماع الجماعه السيكولوجيه، احنا كلنا كده دلوقتي جماعه سيكولوجيه، دي جماعة سيكولوجية بتاعت المكان ده. أما بتخش البيت عندك جماعة سيكولوجية تانية، أما بتروح الكلية عندك جماعة سيكولوجية تالتة. فأنت تقدر تتصرف بناء على الجماعة السيكولوجية اللي قاعد معاها. السؤال اللي جه بخصوص إن الرجل يرسم
والمرأة إذا دخلت نظرة أو ينظر إليها نظرة مش سوية أو مش مظبوطة، أولاً فالأمر يتعلق بحرية الإنسان، كل إنسان حر مش مع أو ضد، ولكن حريتي أنا مربوطة بإيه؟ هي النسق الاجتماعي اللي هي جاية منه إيه؟ جماعتها السيكولوجية موافقة هي تتصرف بناء على ده. ده 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 سؤال. حاجة تانية، في حد من الشباب قال ان الروايات بما ان هنا كانت الدراسه التطبيقيه اكتر، انتوا فهمتوا العكس، ان انا بقول ان الكاتبات قالوا ان الست مقهوره. لا بالعكس، ده هي صوره الرجل في الروايات اللي انا استندت اليها بتقول ان صوره الرجل هو المقهور وهو المهمش وهو الصلصالي وهو المنسحب والمستلب والمختلف اجتماعيا، بما ان معظمكم علم اجتماع. فدي نقطة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عندي ثلاث رجال، أولادي ثلاث رجال، أنا ما عنديش بنات أولادي. وإن كان أي حد أنا اتعاملت معاه فبعتبره إنها بنتي أو بناتي. وأنا جاية دلوقتي وهم عارفين إن أنا جاية القاهرة، جاية من المنصورة، هم عارفين إن أنا مسافرة عشان ندوة تابعة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. وأنا أفاجئ طبعاً، أنا ما بعرفش أدخل على تليفوناتهم لأن هم عاملين 500,000 بس وورد زيكم كده، إنما طبعاً رايحة تليفوناتنا مشاع. فأفاجئ إن واحد منهم جاي يقول لي شوفي مثلاً يوسف فرحان بيك إزاي وكاتب إيه وما خدت الدكتوراه، ده ما قاليش ليه مثلاً؟ هو كتب على الحالة بتاعتي أو على مش عارفة بيقولوا عليها إيه. ألاقي واحد تاني يقول لي ده أنا بقى عم أعرف أصحابي كذا، واحد تاني جاي يقول لي ما تعلقليش على الفيس عشان اصحابي ما يعرفنيش مثلا، او عشان اصحابي ما يقوليش ان انت مامتك صغيره. يعني دي بقى انا بديكوا حاجات على ارض الواقع. فالكاتب دائما معرض، او الكاتبه، لو احنا قلنا ان كاتبه وقوسنا بالكلمه، الكاتبه معرضه اكثر للانتقادات، لقسم الحريه اللي انا كلمتكم فيها، لحته الاسقاط على شخصها هي كأنثى. شكرا. وهنا برضو حته الحريه، هنا نقول الكتاب اللي الدكتوره هنا اشارت اليه اللي هو الباب المفتوح للطيف الزيات، اللي هي ربطت ما بين حريه المراه وحريه المجتمع، ان حريه المراه لن تتحقق الا عندما يتحرر المجتمع ويتحرر الرجل من الافكار الدائمه. دلوقتي مع الدكتوره حنان اسماعيل، ويبقى كتابها نسمع ونسمع يردها بالذات على مفهوم التمكين. هل التمكين المرأة وصل إلى الدرجة المستهدفة منه ولا لسه في بعض أوجه الحضور فيه؟ بالنسبة تسكيني أخ ورا قال إن في
احنا لازم نشوف المفهوم ده اللي هو مش الراجل هو اللي مفهوم او الست اللي جاي عليه. ايوه انت هو عجبك ايه؟ لا المفروض حتى في الموضوع بتاع انا عايز على الجمله دي، لكن انا مش قصدي ان يعني احنا بننزل الشارع نجيب بنشوف حد ايه يعني انا عايز اتكلم اكتر عن المراه اللي هم بيقولوا باللغه العاميه اكتر المراه النكديه، بس اللي ما فيش حد Thank you.